أهلا بحضراتكم مرة ثانية. موسم انتهى بما له وما عليه. موسم كان شاق جدا. ابتسم الحظ فيه في دوري المحترفين لبتروجيت مع الكابتن سيد عيد، واحد من متخصصي الصعود إلى الدوري الممتاز من الدرجات الأدنى. وتجربة لأول مرة في صعوده إلى الدوري الممتاز مع أحمد عيد عبد الملك مع نادي غزل المحلة، اللي فرحة كبيرة جدا انتابت مدينة المحلة بل محافظات الدلتا بعودة زعيم الفلاحين إلى الدوري الممتاز مرة أخرى. حرس الحدود منتظر دورة الترقي، وهتكون دورة صعبة، صعبة جدا، لأن ملهاش مقاييس. شفنا مباراة المنصورة وسبورتنج، سبورتنج لعب زي ما هو عايز، عاوز يوصل لضربات الترجيح وخلص الموضوع في النهاية. فالموضوع هيبقى صعب، مش هيبقى سهل. مين اللي هيصعد الدوري الممتاز؟ مين الفارس الثالث؟ ده اللي هتحدده الايام القادمه. لكن احنا دورنا هنا ان احنا نشوف الموسم بالكامل ما له وما عليه، ايجابياته وسلبياته. عشان كده النهارده معايا اتنين ضيفين من المتخصصين، احدهم متخصص في النقد الرياضي والاخر في التحليل الفني. صديق العزيز والناقد الرياضي بالمصري اليوم الصديق احمد قصاص، منورني ومشرفني يا ابو اشرف، وبعد موسم شاق دائما انت لك الكلمة هون. ربنا يخليك يا دكتور، تحيات طبعا، وسعيد بالموسم ده. كان أقوى دوري في تاريخ مصر في القسم الثاني، خاصة في دوري المحترفين. إن شاء الله هنتناقش وهنتكلم ليه كان أقوى دوري. عشان كده سعادتي شديدة إن فضلت أو تمت الأمطار الأخيرة، لم يعلن عن صعود أحد أو الهبوط. كانت المعركة ساخنة سواء في الصعود أو في الهبوط. فأنا أتمنى إن كل المواسم تبقى بنفس المستوى بتاع الموسم الحالي. خليني أرحب أيضا بضيفي الآخر وصديقي وأخي العزيز، متخصص وملك الصعود من الأقسام الأدنى إلى الدوري الممتاز أكثر من مرة، وله باع طويل جدا جدا، ولذلك بيكون مطمع الأندية اللي بتطمع في الوصول إلى الدوري الممتاز في التعاقد معه، النجم الكبير والمدير الفني العديد من الأندية كابتن أيمن المزين. منورنا ومشرف حبيبي يا دكتور. طبعا متشرف بوجودي مع حضرتك ومع الموسوعة الأستاذ أحمد قصاص، وإن شاء الله يا رب نكون ضيوف خفاف على المشاهدين، وتبقى حلقة مميزة بإذن الله. بس الشياكة النهاردة واخدة وضع أستاذ أحمد، صح؟ دكتور أنت وكابتن، يعني كابتن أيمن إن شاء الله يمسك الخشب يعني. إن شاء الله أنا بتكلم مع كابتن أيمن. بتكلم مع كابتن أيمن. أنتوا الاثنين يعني بسم الله ما شاء الله. خلونا نبدأ بدوري المحترفين. طبعا العشر فرق اللي كانوا بينافسوا على صعود الدوري الممتاز، بتروجيت صعدت مع كابتن سيد عيد زي ما قلت 64 نقطة، غازي المحلة صعد ب 52 نقطة، طبعا حرس الحدود منتظر دورة الترقي كان عنده 49، لافينا عمل موسم رائع رائع رائع، وبحيي السيد محمود الأسيوطي واحد من الناس اللي بتعرف تشتغل كورة صح، أنهى الموسم ب 48 نقطة، وادي دجلة أيضا يعني بيمشي كويس جدا لكن روح البطولة مش عارف بتغيب عنهم ليه، عنده 46 نقطة، طنطا 39 نقطة، سكر حديد 38، راية 38، بروكسي 37، والقناة 36. بينما الفرق اللي كانت بتصارع الهبوط نجا منها أبو كل الأسمدة، وصل النقطة 48 ما شاء الله، بترول أسوط 41 ووي 39، ثم كان الحظ أيضا والحظ السعيد لأبناء زهرة الجنوب أسوان اللي بقى في الدوري على حساب ديكيرنس برصيد 38 نقطة وديكيرنس 36. هبطت للأسف الشديد أندية ديكيرنس، مكادي، جمهورية شبين، النجوم، النصر، التعدين، مصر المقاصة. عندي اثنين من الأندية الشعبية سواء كان ديكيرنس أو جمهورية شبين، وهنتكلم عن إيجابيات الموسم وسلبيات الموسم. أستاذ أحمد، لو بديت في الأول كان في اعتراض كبير جدا قبل بداية المسابقة، نلعبها ما نلعبهاش ونبدأ ما نبتديش، وفي الآخر بدأت وظهرت بقوة خارقة. أهم الإيجابيات في الدوري ده؟ بص يا دكتور، أهم الإيجابيات أنت عندك النهاردة مستويات عالية في اللعيبة، يعني عندك مجموعة لعيبة بسم الله ما شاء الله، لدرجة أن ده بقى يعني ايه، انك انت كل لعيبه الدوري الممتاز عايزين يلعبوا في دوري المحترفين. ده يرجع لقوه المسابقه، تمام، ده رقم واحد. عندك مدربين على مستوى عالي جدا، اول مره دوري القسم الثاني يفرز مجموعه مدربين حاجه يعني ولا اروع ولا اجمل. نمره ثلاثه، انت النهارده عندك مسابقه مستقره. نمره اربعه يا دكتور، وده الاهم يا دكتور، اذاعه المباريات، لكن اتمنى ان كل مباراه تذاع، يعني ايه، ما يبقاش بعض المباريات منها، لان كل الجمهور في مصر مترقب اذاعه المباريات. اتمنى الموسم القادم
يبقى في اذاعه المباريات. اما نتكلم على الايجابيات بصراحه في دوري المحترفين حدث ولا حرج. احيي طبعا الحاج عامر حسين، لان الحاج عامر حسين الدوري ده من 20 سنه عايز يتم تطبيقه. محدش اي مفيش اي اتحاد جه وطبق دوري المحترفين. يحسب لاتحاد الكره الحالي والحاج عامر حسين ان هو قدر يتحدى الظروف ويتحدى كل حاجه، كل المعارضات اللي كانت ضده، ويطبق الدوري ده. انا احيي بصراحه الحاج عامر حسين. لكن هناك بعض السلبيات لازم نتناول السلبيات ده يا دكتور، ودي الاهم. اول السلبيات ده يا دكتور، انت عندك اللائحه. اللائحه اتمنى، ودي برضو مش بتاعت الحاج عامر حسين، عشان بعض الناس هيقول لك لا ده اللي واضع اللي حط اللائحه الحاج عامر حسين. لا، اللائحه محطوطه من زمان عقب فوز الزمالك موسم 78 على الاسماعيلي بالهدف الاعتباري. كان في فرق الاهداف بينه وبين الاهلي، الزمالك فاز بالدوري بفارق هدف. بعديها مباشره تم عدم الاحتكام لفارق الاهداف، ودخلوا حاجه اسمها المواجهات المباشره. المواجهات المباشره انا بتكلم عليها بقى السنه الجايه، اتمنى يتم تلاشيها. ليه؟ انت بتتكلم مواجهات مباشره مش مواجهه. مواجهات يعني دورين، يعني ماتش رايح وماتش جاي. وده على ضوء ده يا كابتن يا دكتور ايهاب، ظلمت انديه كتير بسبب المباريات. بعض الفرق لعبت على ملعب الخصم مباراتين، وده طبعا تسبب في ظلم. الموسم القادم هيبقى رايح جاي دورين خلاص. اللي برضو انا هقول لك، انت بتقول اهوت الحاج عامل ازاي، كنت بتكلم معاه من يومين. قال لي احنا منتظرين تطبيق الدوري من دورين، ده هيتوقف على تسويق دوري القسم الثاني. لو تم تسويق دوري القسم الثاني يبقى احنا هندي دعم الانديه. يبقى هنعمل الدوري من دورين، يعني 39 مباراه او 38 مباراه. لكن لو مفيش دعم ما نقدرش نرهق الانديه ونعمل دوري اكتر من 38 ماتش. وعشان يعمل دوري من 38 ماتش لازم يعمل جولتين، جوله اولى زي ما عمل وجوله ثانيه. الحاجه الثالثه والاخيره يا دكتور ايهاب هي الحكام. انت عامل تصنيف النهارده، طب التصنيف اللي انت عامله ده ما يضرش الناس اللي هي بتحكم فوق؟ ما تنزل تحكم في دوري المحترفين بدل ما تحكم في بعض في مباراه الناشئين. الدوري ده يا دكتور الحكام، عدم وجود حكام خبرات دوليين اثر على فرق كبيره، وكانت سبب في ابتعادها عن المنافسه. على راسها طبعا السكه الحديد، وعلى ضوءها رحل امير عزم جاهد. نادي القناه ظلم في مباريات كتيره ورحل سامر عبد الرحمن. نادي بروكسي، نادي طنطا، نادي رايا، نادي لافينا نفسه اتظلم يا دكتور. ده كله نتيجه عدم وجود حكام دوليين او خبرات. اتمنى الموسم اللي جاي يتم الدفع بالحكام الدوليين او الخبرات من اول الموسم حتى نتلاشى الكوارث اللي حصلت السنه دي، لان الانديه بتصرف ومبالغ رهيبه. اما الانديه تصرف مبالغ رهيبه توصل ل 40 و50 مليون، وبعدين تيجي تتظلم في بعض المباريات نتيجه تحكيم، اتمنى ده يتلاشى السنه دي. تمام. هنقل للكابتن ايمن المزاهي، رؤيتك الفنيه لهذا الدوري ما له وما عليه. طبعا الاول بس ببارك للنادي بتروجيت وللكابتن سيد عيد بالصعود للدوري الممتاز، وبارك للكابتن احمد عيد عبد الملك والنادي غزل المحله الشعبيه الجماهيريه الطاغيه بالصعود للدوري الممتاز. يعني انا معلش هقطعك ثاني، سيد عيد عمل اعجاز، وبتروجيت مؤسسه طبعًا كبيره، لكن شوف في غزل المحله عشان النادي الجماهيري يعني هيعرضوا لنا دلوقتي الاوطات والجماهير في بروكسي فوق اسطح المنازل. فوق اسطح المنازل، ورغم ان هم بيعانوا في طرقات يا كابتن، رغم ان هم عارفين ان مش هيدخلوا. احنا هذا الفريق والاحتفالات كبيره. اتفضل يا كابتن. فدي ببارك لهم طبعا وبقول لهم الف مبروك، وان شاء الله صعود بلا هبوط ان شاء الله. بالنسبه للايجابيات وسلبيات المسابقه، يمكن من اهم الايجابيات فرز مجموعه لعيبه وعرضهم لرؤيه الانديه الدوري الممتاز في المسابقه. دي نمره واحد. نمره اثنين برضه فرز المدربين، لان كان في مدربين افراز مدربين جيدين وظهرت الرؤيه الفنيه بالنسبه لهم، وظهرت وضحت بالنسبه للمدربين كتير جدا، بان شغلهم. قال جميل غزل المحله بس شيء بالشيء نمره ثلاثه
مع حضرتك. اتفضل. النقد اللي كان بيوجه للمسابقه في اول الموسم ان المسابقه مش هتنجح، ان المسابقه هتفشل، المسابقه مش كويسه، ثبت عكس ذلك، وبالعكس ده كانت المسابقه ناجحه جدا. الايجابيات برضو اللعب بشرف لغايه اخر اخر مباراه. ناس كتير كانت بتشكك في النقطه دي وقالت ان في فرق هتسيب المباريات وفي فرق مش هيبقى لها هدف. ففي الاخر صراحه بتروجيت ايه ده؟ بتروجيت ورايا وقناة مع حرس الحدود كابتن سيد عيد وكابتن محمد حليم كله كده آخر آخر مباراة وآخر مواجهة بيلعبوا بشرف، بيلعبوا بمعنى كل الفرق بلا استثناء بصراحة. فدي من الحاجات برضو الإيجابيات اللي كانت جميلة جدا في المسابقة. المنافسة لغاية آخر رمق في المسابقة ما بين الصعود وما بين الهبوط. وأنا ماليش دعوة ده ينزل ده يصعد، أنا قصتي أنا راجل في الملعب بس بلعب بشرف وبلعب باسم النادي اللي أنا ماسكه، بس بلعب باسمي كمدرب. السلبيات برضه الكابتن استاذ احمد اتكلم في نقطه المواجهات المباشره. المواجهات المباشره النهارده عشان اطبقها لازم يبقى في دورين. مظبوط. الاهداف لازم يبقى في دورين. فالنهارده لا انا يبقى انا ظلمت فرقه لان انا لعبت على ملعبك بالزبط. مش على ملعبي. بالظبط. ويمكن خدمت الامور، خدمت المسابقه ان مع واحد بس احنا ما لجأناش ليها. لا ما لجأناش ليها لا في صعود ولا في هبوط. ما احتجناش ليها. كابتن ايمن بعد اذنك انت بتيجي بتحتكب بتقول ايه؟ بتقول المواجهات المباشره مش كده؟ انت بتتكلم عليها كسلبيه بس ما احتجناش. انا بتكلم بس نقطه واحده. اتفضل. مواجهات مباشره. بتلجا للمواجهات الايه؟ الجوله. الجوله يعني سواء الجوله الاولى او الثانيه عشان ايه؟ يعني لازم يبقى جولتين. بص يا كابتن، هو كابتن ايمن بيتكلم ايه؟ عشان اعمل مواجهات مباشره لازم اكون استفدت من ملعبي وملعب المنافس برضه. لا هو حاجه ثانيه، حاجه ثانيه. انت النهارده بتاخد في حاله تساوي الهبوط او الصعود. بتاخد يا كابتن ايمن ايه؟ المواجهات المباشره. بتاخد ايه؟ الدور بس خلال الدور. يعني الجوله الثانيه او الجوله الاولى. لكن في الاهداف بقى تاخد ايه؟ الاهداف العام. ما العام كله. أيوة. ما انت طب ليه؟ ما انت ما خدتش خدت المواجهات مش في الدور. هو احنا نحمد ربنا ليه ما طبقتش الاهداف في الدور؟ هتاخدها في العام. هو الحمد لله ان احنا ما لجأناش ليه خالص. ما بنتكلمش ما بنقترحش ليه؟ ده موجود في الدوري الانجليزي. مظبوط. ما فيش المواجهات المباشره. بياخدوا الاهداف بس. فانت ليه النهارده يتم تعديل اللائحه السنه الجايه؟ هيتم اكيد. اتفضل. هو طبعا الحمد لله ان احنا ما اضطرناش ان احنا نلجا للنقطه دي. فالحمد لله يعني ما اثرتش بسلبيه على المسابقه. بنشكر طبعا مجلس اتحاد الكوره لانه صمم ان المسابقه تتعمل، وكانت فعلا مسابقه هايله. بان المنافسه فيها لان برضو بتملك انديه جماهيريه كبيره جدا موجوده في المسابقه. النقطه بس اللي بتكلم فيها اذاعه المباريات. برضو اذاعه المباريات كنت اتمنى ان يبقى في اذاعه مباريات اكتر من كده، ان هو يتلعب على اكتر من يوم عشان زي الدوري ممتاز عشان نقدر ان احنا نزيع لان ده كان هيبين المسابقه اكتر وكان هيديها اهميه اكتر من كده. التسويق وده مهم جدا للمسابقه. يمكن السنه دي لعب المسابقه والشكل الجماهيري والشكل الاهتمام الناس كلها بيها ده هيدي فرصه لاتحاد الكره ان يقدر يسوق المسابقه دي في الموسم القادم ان شاء الله. نقطه مهمه جدا يا دكتور ودي اتمنى ان هي تطبق، اللعب في استادات او اللعب في ملاعب تقدر النهارده ان انت تذيع فيها بشكل كويس، تقدر ان انت تلعب فيها تقدم كره كويسه، وده كان متوفره في ملاعب كتير. لكن برضو كانت في ملاعب من غير ذكر. ما انا معاك. لا بص احنا شيء بالشيء بيسخر. احنا بنكشف ورانا كلهم اصدقائنا وكلهم اصحابنا. بالظبط. يعني كان ملعب ديكنس للاسف ملعب بروكسي تمام رغم جوده ملعبه. ملعب بروكسي يعني اديك شفته بس برضو انا معاك جوده بس برضو احنا عايزين نلعب على النصر للتعدين. لازم النصر للتعدين ممكن لازم الملاعب كلها مش عشان انت من بروكسي هم اصحاب برضه ما بنجيبش محمد حامد اخويا وفريد انت شفت الكواليتي في التلفزيون. دي من الحاجات من السلبيات اللي كانت برضه هتدي لمعان وبريق للمسابقه لو اتنفذت بشكل كويس. تمام. طيب يبقى انت محتاج ايه بقى يا دكتور؟ اتفضل. ناخد بقى من الكلام من الكابتن ايمن. انت محتاج عشان تاخد كواليتي 100% ملاعب. انت النهارده 97% او 98% ملاعب كواليتي عالي. تمام. وعندك بنيه تحتيه ولا اروع ولا اجمل. يبقى تعمل انت ايه بقى السنه الجايه؟ يبقى انت تدعم الانديه عشان لما تدعم تطلب من الملاعب يا كابتن ايمن اللي عندها ملاعب متواضعه ان هو ياجر ملعب في استاد. عدم دعم الانديه. ما انا برضو من السلبيات انا لازم اتكلم وهنا بفصل. انديه ظلمت كتير قوي ماديا لان كان الوعد ان هم هيتم تسويق الدوري وهياخدوا فلوس زي شبين زي ديكيرنس على الرغم ان يعني المهندس خالد ابراهيم انفق يعني زي ما انتم عارفين غصب عنه. يا دكتور طنطا كانت كل يعني برضه هبطت. لا مش كله هبطت نتيجه ازمات ماليه. لا بس هقول لحضرتك لا مش ازمات ماليه. مقصه قيد مقصه عشان القيد بس. التعدين مهما كان ده شركه
بس برضه ما كانوش بيصرفوا. لا بس عندهم ده شركه. ايوه انا بتكلم مكاتب دي خالص. انا بتكلم على الانديه الشعبيه. بداوا الموسم يا دكتور ب 60 و70 الف جنيه قيمه تسويقيه لاعلى اللعيبه عندهم. كابتن يا استاذ انا لما اجي اتكلم انا بتكلم على انديه شعبيه. شعبيه. تمام؟ تابعه هي نبض شعب. نادي خاص نادي شركات شبين. ما انا بتكلم أنا شبين بتكلم كرنس يا دكتور. احنا هبط ست انديه فيهم اربعه انديه هيئات وشركات تمام وانديه خاصه مكادي والنجوم ونصر التعدين ومصر المقاصه. الانديه الجماهيريه اللي هبطت جمهوريه شبين وشبين. وشبين احنا عارفين الظروف بتاعتها وعارفين ان ما فيش حد يعني خالص. زي المشكله بس النادي احمد خشن على اخره بس هيعمل ايه؟ لان هو في الاول نادي دخله محدود جدا. فالنهارده هي المسابقه يمكن اتساعدت السنه دي ان هي تتسوى بشكل كويس السنه الجايه وان اتحاد الكوره يقدر يعوض الانديه ديت. وممكن يا دكتور لو انت ما سوقتش يا كابتن ايمن الدوري ده بشكل كويس مثلا انت عندك حلول تانية. خفض قيمه العقود اللعيبه النسبه اللي انت بتاخدها على اللعيبه للانديه كانك بتدعمه نمره اتنين تعمل بروتوكول تعاقد. اتفضل. اللي انت بتاخده من اللعيبه ده الضرايب انت بتاخد كاتحاد مصر 3% ال 17% ده للضرايب الدولي وثلاثة انت في اتحاد الكوره. خلي النسبه 1% سهله يعني ما تعملش أيوة حاجه. يعني قصدي ايه مع العقود دي ما تعملش اعمل حاجه اعمل بروتوكول انا معاك. لا هو الدوري بس شركات طيران اللي انا اعرفه ان الدوري بعد الصوره اللي ظهر فيها هيبقى له اكتر من واحد. انا متحجج عامل وانا بكلمه اول امبارح قال انا سعيد جدا. السعاده بتاعته بقى لي وانا بطمن كل الانديه في القسم الثاني او في دوري المحترفين يا دكتور. قال لي برامج كتير عايز كانت عايزه تاخد المباراه اللي هي الفاصله ديت ومباراه الدوره الرباعيه كله عايز يذيع نتيجه ان الكواليتي عالي عندك عالي جدا. فالجمهور كله عايز ايه أكيد. يتابع المباريات فده هيسهل من انك انت تسوق دوري المحترفين ودوري القسم الثاني السنه الجايه. ده هيحصل. اتفضل يا كابتن ايمن. انا في الجزئيه دي انا خلصت كلامي فيها. الجزئيه برضو تاني انا هاخد منكم برضو جزئيه الحكام تمام. الدوري الممتاز شفنا ازمات في الاسابيع الاخيره رغم وجود الفار تمام. كواليتي الحكام اللي موجود رغم الحكام الدوريين بيحكموا سواء كان فار او بتاع انا يعني عندنا حكام على اعلى مستوى. اللي حصل السنه دي اللي انت بقى عندك شريحه من الحكام القاعده اتسعت ما كانتش موجوده قبل كده. كان ايه اللي موجود بيحكم دوري ممتاز بينزل القسم الثاني ينزل القسم الثالث اللي موجود من الثاني والثالث ياخد له ماتش في السنه او ماتشين. دلوقتي وسعت القاعده فظهر عندك حكام يقدر صف ثاني وثالث يشيلوه. شفنا البارح المساعد احمد شعبان في مباراه الاهلي ايه ده ايه الجمال ده مساعد على اعلى مستوى محمود ناصر جدا. حكم صغير وكان حكم في دوري شمال افريقيا ما شاء الله عليه. فيعني في هذا الاسبوع من اللي كان في مطلع الاسبوع مباراه الاهلي والبلديه اللي فاز فيها الاهلي 2-1 اللي كانت يوم اعتقد كانت الاسبوع كانت من اربع ايام كانت يوم اربع ايام او خمس ايام مساعد فده اللي احنا بنتكلم فيه يا دكتور. كانت يوم السبت تتنبأ له ان هو موهبه تحكيميه في الايام اللي جايه لكن هو محتاج بس حاجه خبره عشان يقدر يشتغل تحت ضغط. لكن هو من كتر بقى ايه حرصه على انه قراره يكون صحيح تعرض للتوتر بتاع الاول. بنتكلم بقى في ايه في القسم في دوري المحترفين الفار اللي يبقى موجود يساعد الحكام اللي موجود. دكتور انا تمام انا اكلمك في موجود الفار. الفار تحت ما انا بقول دكتور انا هتكلم في ناحيه فنيه برضو بحكم ان انا مدرب وموجود وكنت بتعامل مع الحكام. يمكن كانت في حكام كتير كويسه بصراحه يعني عشان برضو ندي كل المنظومه كلها حقها. النهارده مش هفرز حكم جديد ولا هطلع حكم جديد غير بالطريقه دي. دي انا شايفها بس هو موضوع التصنيف يمكن ممكن يكون فيها ظلم شويه لبعض الحكام ودي معاك بس ودي ما اقدرش اتكلم يعني مش على مش على القاعده العظيمه. لكن كان في موجودين احنا كاملين حكام ممتازين جدا وشخصيات وتتنبأ لهم الفترات الجايه ان هم هيبقوا موجودين في الدوري الممتاز بشكل فوق الممتاز كمان. وطبيعي ان انت لازم تعمل التجربه دي عشان تقدر تفرز حكام جداد يا اما هنتني برضه ونفضل نفس العشرة اللي بس انت عندك دوري المحترفين لا يقل اثاره وقوه عن هو الحكم اللي موجود ما يقلش عليه. انت من اول الموسم يا دكتور لازم في ماتشات مهمه لازم حكام دوليين تحاول ما انت بتكتشف حكام يعني محمود ناصف اللي كان بيحكم ماتش الاهلي السبت الماضي في فعلا هو لسه في عندك خمس ست حكام فعلا على مستوى عالي. لا واكثر من خمس ست حكام. بص هو في انا شايف وجهه نظري ان الحكم بشر وطبيعي وارد اخطائه
وزي ما المدرب بيغلط، زي ما اللعيب بيغلط، زي ما رئيس النادي، زي ما كلنا احنا في منظومه كلنا معرضين للخطأ. لكن الحكام للامانه لا، انا كنت شايف ان كانت في مجموعه حكام ممتازه، وشايف ان هم هيجوا الفتره الجايه وهيبقوا موجودين بشكل فوق الممتاز في الدوري الممتاز. حتى في القسم الثالث بالاس سيتي رغم خسارتها في مباراه صعدت خلاص القسم الثاني، كان يتصل يبارك يقول عندي حكم رغم ان هو مغلوب على اعلى مستوى. انا حصلت معايا خسارة يعني بصراحه، يعني كنت بقول على الحكم كويس. فده بقت عندنا قاعده من الحكام، هو موضوع التصنيف بس في حكام منظومه تعلم. يا دكتور انت عارف التصنيف بس ده كان موجود من امتى؟ او بدايته كان مع مين؟ مع الاستاذ احمد مجاد ومع الدكتور عزب حجاج والكابتن وجيه احمد، عملوا التصنيف ده من 3 4 سنين. كان موجود ازاي؟ هو التصنيف شغال غير معلن وبيدي وبيدي للايه؟ للدوليين الماتشات الصعبه في القسم الثاني. انت كان عندك مباراه في القسم الثاني لا يمكن يا دكتور يروحها غير حكام دوليين، مش ممكن. انت جيت استعنت بالدوليين في الاخر في المباراه الفاصله اخر جولتين في المباراه الفاصله والمباراه اللي هي الفاصله تحت بس اللي تحت تمام، سواء كانت صعود لدوري الترقية او غيره، فده كان كانت فرق. اتمنى برضه يا دكتور للمره المليون السنه الجايه الدوري القوي لا يقل قوه عن الدوري حكام دوليين. واحنا بنستعرض كده هتلاقي الانديه اللي صعدت السنه دي لدوري المحترفين معظمها انديه شعبيه تمام، يعني ده بقى اللي ايه يعني سعادتي موجوده في الفرق اللي صعدت يعني انديه شعبيه، عوض شويه ايه ضعف الانديه الشعبيه في دوري المحترفين. يعني بتتكلم في المنصوره عودتها، بتتكلم في بيروت، بتتكلم انا بتكلم على الانديه الشعبيه، شعبيه منتخب السويس، ترسانه، يعني تمام بغض النظر مين اللي هيصعد بقى للدوري الممتاز في الدوره، لكن انا بتكلم اللي صعد لدوره او لدوري المحترفين انديه شعبيه. انت عارف المنصوره لعب كام موسم في الدوري الممتاز يا دكتور؟ 30 موسم. المنصوره المنتخب السويس لعب 15 موسم يا كابتن في الدوري الممتاز، انديه عريقه لعبت سبق ولعبت في الدوري الممتاز. السويس من 1997 ما صعدش دوري ممتاز. المنصوره من سنه 2010 ما صعدش دوري ممتاز. فريق زي المنصوره 30 موسم في الدوري الممتاز، يعني الانديه ديت بالجماهيريه العريضه ديت لا بيعمل حراك في الدوري المصري. لا هو برضه وجود المنصوره، وجود ديروت، وجود الترسانه، وجود منتخب السويس. المنيا يا كابتن في الدوري المنيا 14 سنه دوري ممتاز. فين المنيا النهارده؟ يعني اتمنى الانديه كلها ترجع. طيب خلينا نتكلم. انت طرحت قضيه الانديه الشعبيه ترجع ازاي من وجهه نظرك؟ بص يا دكتور، لازم قانون الرياضه يتغير، ولازم تدي النهارده مرونه شويه للانديه دي ان يبقى فيها رعاه، وعقل الرعاه انه يكسب. انا النهارده حرع نادي زي نادي المنصوره او حرع نادي زي نادي منتخب السويس، فالنهارده من حق ان انا عشان احط فلوس في النادي ده لازم استثمرها ولازم يبقى ليها عائد، فلازم يبقى في مرونه شويه من وزاره الشباب والرياضه في قانون الرياضه بالنسبه للانديه الشعبيه والجماهيريه، بحيث ان يبقى اقل. يا اما انت النهارده الحكومه مش معروف ان الحكومه مش هتدعم ماديا، لكن النهارده ممكن تديك حاجه انك انت تستثمرها وتعمل دخل للنادي بتاعك. فده لازم مجلس اداره يبقى دماغه تجاريه، يقدر النهارده يستثمر كل قطعه موجوده في النادي بحيث ان هو يعمل دخل كويس للنادي بتاعه. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه الرعايه، ودي لازم دي هتخص اكتر وزاره، لان احنا عارفين انت عارف الانديه الرعايه يعني شفنا تجربه سيراميكا كليوباترا مع ديروت نجحت تمام، خد 3 لعيبه في يناير يعني خلق وشوف وصلوا لفين ونجحت، ومستر معتز البطاوي حاطط عينه على 6 لعيبه تانيين في ديروت. تجربه ناجحه، يعني هو ما ياخد في الموسم 5 6 لعيب لو بحتهم انت او سوقتهم ب 7 8 مليون زي ما الاهلي كان عاوز يروح لمكنس او بروكسي. ده اللي احنا محتاجينه. ده اللي احنا محتاجينه صح. عارف القصه دي يا دكتور انا كنت بنتناقش فيها من ساعتين ثلاثة مع توأمي طبعا الأستاذ مدحت السيد رئيس منطقة بعيدة كرة القدم، قال لي لا بديل عن الرعاة في الأندية، لأن ما عندكش يا كابتن أي بديل تاني. الأندية لازم تشتغل على نفسها، يا تعمل استثمارات يا أنت تجيب النهاردة رعاة يقدروا يشتغلوا زي ما حصل في جروبسي. هو إيه اللي حصل الطفرة الكبيرة في جروبسي؟ عنده راعي خلاص، لكن لو ما عندوش راعي ما كانش قادر يوصل بالحجم الكبير ده. طيب دكتور عايز اقول بقى للكابتن ايمن بقى، هو في مفاجاه هو ما يعرفهاش. كابتن ايمن صعد 4 مرات بالدوري ايه؟ في الدوري ايه؟ يعني صعد بالرجاء، وبعدين صعد بالشرقيه، وبعدين بالاسيوطي بيراميدز طبعا، وبعدين بطنطا. كابتن سيد عيد صعد 4 مرات، كابتن محمد صلاح 4 مرات، كابتن حسن شحاته 4 منهم سنه مناصفه في المقاولون. تمام؟ الكابتن ايمن بيعتبر الاسطوره في الاربعه اللي صعدوا دول. ازاي؟ الكابتن صلاح الناهي صعد 8 مرات مع كروم، هو الوحيد بين المدربين دول بحالهم اللي حقق الرقم القياسي، صعد ب4 انديه في 7 سنين.
بقيه المدربين والمجموعات كلها بقيه المدربين بقى المجموعات كلها ما بين 11 ل 12 سنه هو الوحيد هو نفسه ما يعرفش الايه المعلومه الجديده عليه دي. لا في واحده ثانيه كمان انا طلعت صعدت بكل الانظمه اللي طبقها اتحاد الكوره، صعدت بالمجموعه الواحده، صعدت بالدوره المجمعه، صعدت بالمباراه الفاصله، مباراه فاصله مع الترسانه والشرقيه، المجموعه المجمعه مع طنطا والمنصوره مع الرجاء، المجموعه الواحده مع الاسيوطي والشرقيه. انا بقول لك انت اخذت ما شاء الله عليك. مين اكثر انديه من وجهه نظرك اللي السنه دي كان المفترض تكون افضل حالا من مركزها في الجدول المحترف؟ اكثر ايه يا دكتور؟ اكثر نادي يعني تحس ان هو كان مفترض يكون افضل من كده. نادي ابو قير ونادي بترول اسيوط اتظلموا، والدليل حتى هبص لابو قير 48 يا دكتور. وهنا 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 حرس الحدود كام؟ لا معلش عشان انت هنا بتتكلم في 10 مستوى غير ال 10 مستوى. ماشي برضه دي حاجه ودي حاجه. هو بترول اسيوط ابو قير يعني ما صعدوش عليه على يعني. ما انا معاك ما في البدايه اكتر فرقتين يعني احمد عم طبعا الكابتن ايمن صنع حاجه كويسه جدا، استلم محمد عطيه بقى من افضل المدربين في الدوري، واخد بالك احمد عبد المقصود مدرب نجح ان هو يشتغل جدا على بترول اسيوط جدا جدا من الفرق المحله مع كابتن احمد عيد عبد الملك. انا شايف المحله ثلاث كابتن خالد عيد كابتن حسام عبد العال كابتن احمد عيد عبد الملك، بس كان مفروض لان احمد عيد مدرب شاطر ومدرب نجح ان هو يعمل كواليتي كويس من اللعيبه اللي عنده، لكن قبله سوء حظ عقب توقف الفتره توقف يا كابتن في رمضان، فكان الكابتن احمد عيد اتظلم في بعض المباريات، لكن الفرقتين اللي انا بقول اتظلموا فعلا بروك ابو قير ونادي بترول اسيوط كان يستحقوا مكان افضل من كده، والسكه الحديد مع امير عزمي ده. امير لولا الظلم التحكيمي كان زمان امير في حته ثانيه، نفس القصه القناه مش مكانه، سامر عبد الرحمن من احسن المدربين. انت 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 ماسك لي السكه الحديد الظلم التحكيمي في كم مباراه ظلم؟ لا ثلاث اربع مباريات يا دكتور. لا في اللي هي لا ما عندي كلهم موجودين. لا ثلاث اربع مباريات انا اتفرجت على مباراه طنطا، الانديه اللي قدمت شكاوي انا اتفرجت على مباراه طنطا والسكه الحديد السنه دي. السكه هيك تاخد 4-5 انت بس عشان بتدافع عن لا لا ده باعتراف الكابتن امير كابتن ده باعتراف الكابتن امير يوميه. انت عندك اول مره يا دكتور في الدوري ده ست انديه قدموا شكاوي. انت بنتك لما بتحب وذاك لا لا امير طبعا مدربين الكبار اللي انا بعتزمهم واخويا ومستقبل واعد ان شاء الله. الكابتن عمرو انور في طنطا لو الامور بس ماليا متاحه افضل من كده لا كان عمل حاجه مع مش عمليه ماليا برضه. هقول لحضرتك حاجه، انت في مباراه السكه الحديد طنطا فايز لغايه الدقيقه 97 وضيعت 3 4 تجوان والناس قالت لك ده وطلعوا قالوا كده. مباراه بتروجيت في الدور انت فايز واحد وجالك ركله جزاء ضيعتها، طنطا ضيعت اللي هي 3 4 مباريات تبقى فايزه فيها، كانت هي بقت في حته ثانيه. بالظبط كانت بقت في حته ثانيه. فرقه اتظلمت كتير؟ لا فرقه اتظلمت كتير طبعا. اتفضل وجهه نظرك. وجهه نظري انا نمره واحد اسوان. اسوان بحكم ان فرقه نازله من الدوري الممتاز، اللعيبه اللي موجوده معاها تعتبر هي نفس اللعيبه اللي كانت معاها في الدوري الممتاز او عدد كبير منها، وحافظين على القوام الاساسي، فكنت اتوقع ان النتائج بالنسبه لهم كانت هتبقى افضل من كده. الفرقه انهارت في وقت سريع وكانت لاخر وقت كانت مهدده بالنزول للقسم الثاني كمان مش البقاء للدوري المحترفين. الاتصالات برضو لان الانفاق عندهم عالي وفرقه كويسه جدا جدا، مجموعه اللعيبه اللي عندها كويسه جدا، فكنت شايف ان المردود بتاعهم كان هيبقى افضل من كده. ابو قير الاسمده بحكم برضو ان كنا عاملين فرقه كويسه جدا وكنا في مسانده من مجلس اداره، لكن التوفيق ما كانش حليفنا، فكنت اتوقع ان الثلاث فرق دولت يبقوا موجودين. البترول بعيد عن حاجه بنجد عن اي حاجه، بحيي الكابتن احمد مقصود بحكم ان الفرقه متكونه اول سنه لغايه قبل نهايه الدور الاولاني. كان الدور الاولاني كان 20 ناشئ معاك، ما نزلش انا ما نزلش من المركز الثالث للمركز السابع طول المسابقه لغايه اخر ثلاث اربع مباريات في الدور الاول، والفرقه فجاه انهارت وفجاه بقت من 10 اللي تحت. فطبعا كان عامل موسم كويس جدا. برضو الفرقه اللي المفروض كانت موجوده في المنافسه بشكل كبير جدا فرقه القناه بحكم امكانياتها الماليه العاليه، البنيه التحتيه اللي عندهم الموجوده، الفرقه اللي موجوده، فكنت شايف برضو فرقه القناه من الفرقه المفروض كانت تبقى موجوده في المنافسه. طبعا احنا عندنا القسم الثاني الف اللي هو المحترفين، اجمالي مباريات القسم الثاني كان 280 مباراه، مباريات انتهت بالفوز 184 مباراه، مباريات انتهت بالتعادل كان 96 مباراه، منهم 57 تعادل ايجابي و39 تعادل سلبي، الفوز خارج الارض كان في 66 مباراه، عدد اهداف القسم الثاني الف 623 هدف على مدار الموسم، الهدافين 259 لاعب، ركلات الجزاء احتسبت 74 ركله جزاء،
سجل منها 57 ركلة، أهدرت 17 ركلة، تغييرات الأجهزة الفنية 32 جهاز فني. وهنا لازم يعني هشوف في التغييرات عندي النصر التعدين كابتن حسن عبد المنعم وكابتن محمد شرف وكابتن عطيه صابر، ادي ثلاث مدربين، والمدير الفني الحالي كابتن محمد صلاح، ادي اربع مدربين. جمهوريه تشبين كابتن عصام شعبان، كابتن مصطفى عبد الفتاح، ابو العينين شحاته، وحاليا احمد جمعه. في اسوان كابتن حمدي حمدان، كابتن هشام زكريا، وحاليا تامر ابو جبل. غازي المحله كابتن خالد عيد، كابتن حسام عبد العال، حاليا كابتن احمد عيد عبد الملك. حرس الحدود ما غيرش. مكادي بدا بعثمان احمد، محمد صلاح، وبعد كده نبيل محمود من حفظ الالقاب للجميع، وانهى بالكابتن محمود ابراهيم. النجوم، شوف بقى النجوم بقى، سعيد عبد العزيز 1، نادر السيد 2، محمد جوده 3، محمد شرف 4، احمد ساري 5، شكر عبد العال 6، اشرف السيد 7، شكر عبد العال 8. 8 مدربين لفرقه في موسم واحد. رايك الكابتن حسام عبد العال، وبعد كده حل محله كابتن محمد حليم. لافينا كان احمد عيد عبد الملك بدا معاهم، بعد كده الكابتن عبد الباقي جمال، ثم الكابتن احمد صلاح. بترول اسوط ما غيرش كابتن احمد عبد الباقي. مصر المقاصه ما غيرش كابتن طارق حجاج. وادي دجله الكرواتي طبعا توليتش ما غيرش. سكر حديد كابتن امير عزم مجاهد، وبعد كده كابتن تامر ابو جبل. القناه سامر عبد الرحمن غير باحمد العجوز. بتروجيت ما غيرش كابتن سيد عيد وصعد. الاتصالات جمعه مشهور ممدوح عبد الحي، كابتن هاني العقبي، وكابتن هاني برضو يعني اعلن استقالته بمطلع هذا الاسبوع. صح. عندنا طنطا ما غيرش كابتن عمرو انور. ديكرنس كابتن حسن موسى حاليا، وقبليه كان كابتن ايمن الجامل وكابتن علاء نوح. ابو اللي لازم هنا كابتن ايمن ميزان، وبعد كده كابتن محمد عطيه من جهاز الكابتن ايمن. بروكس محمد حامد، احمد سمير، ورجع محمد حامد. يعني اللي ابقوا بترول اسوط، مصر المقاصه، بتروجيت، طنطا، وحرس الحدود، دولت اللي ابقوا على مدربين. طيب اشوف تقرير في الحصاد وارجع اكمل مع ضيفي الكريم. اهلا بحضراتكم من جديد، حلقة طبعا مع نهاية موسم شاق للغاية. كابتن احمد قصاص، كابتن ايمن المزين، ارجع ايضا للقسم الثاني باء، يعني القسم الثاني الف اللي هو تجاريا المحترفين، والقسم الثاني باء. طبعا مجموعات يعني كانت ملتهبة للغاية، ونتائج يعني وصل زي ما شفنا طبعا لدوري المحترفين. ديروط وصل، بنقول لهم اليوم مبروك. ترسانة وصل للمحترفين، منتخب السويس، ايضا كهرباء اسماعيليه، وايضا المنصوره وسبورتنج. ده السداس اللي وصل دوري المحترفين، واللي دخل طبعا دوره الترقي عشان ثلاثه يكونوا موجودين مع نادي حرس الحدود، واللي هنشوفهم في تقرير مفصل وايه اللي هيحصل الفتره القادمه. الدوري ده ايضا كان مشتعل، والاول سنه تلاقي الشراسه فيها يا استاذ دكتور. كل حاجه بيبقى فيها خلل شويه لغايه لما نظبط معاك المجموعات. عدد المجموعات، انت عملت دوري قسمتك اول حاجه زي ما قلت لك. انت اي فرقه اللي هو الثالث حرس الحدود صرف كام، واي فرقه ده الظلم الاول بقى، انا يعني ده عدم تكافؤ. هذا ما اتفقنا عليه مع بديه الموسم، كل حاجه هيبقى لها عوامل في البدايه. ماشي ماشي. انت عشان تنطلق بالمسابقه دي، ما هو برضو معلش انت كنت بتتكلم ايه في انديه شعبيه لها باع طويل جدا، الاولمبي اللي فاز بالدوري العام، ترسانة اللي فاز بالدوري العام، وكاس مصر، بتكلم في المنصوره، بتكلم في انديه كبيره جدا، في الحمام، في دمنهور. فكان لازم برضو في السويس يبقى لهم مع اول سنه
ممكن حد يدخل دوري التلاتة. تمام خلصنا ومش السنة الجاية مش عارفين. وصلنا لمرحلة المباراة الفاصلة. تمام تمام. أنت عامل المباريات بتاعة الدورة الرباعية، وعلى فكرة كل الناس بتقول 18 مايو الدورة الرباعية و19، لا بتكلم على الحاج عامر قال لي مش قبل يوم 20 وهتخلص قبل عيد الأضحى. الحاج عامر بيديك الكواليس ايه؟ كويس اللي أنت قلت لنا عشان بس نبقى احنا عارفين. لا بس بجد بحييك انت والزمال علام طبعا، مجلس بالكامل، محمد ابو الوفا، الحاج عامر، الحاج عامر كبير جدا، انتوا بصراحه يعني مشهور يعني تحديتوا الجميع بلا استثناء، تحديتوا كل الهجوم اللي كان موجود على دوري المحترفين، وانا بحيي لان في عندنا دوري بالقوه دي اسمه دوري المحترفين. تمام. لكن دوري القسم الثاني بقى انت خلصت وانتهينا المباراه الفاصله. طب ما انت عامل الدوره الرباعيه ماتش رايح وماتش جاي. كنت عاوز تعمل يعني انه العدد اكتر الست عند اللي هيصعدهم ولا الاربعه بتوع الدوره الرباعيه؟ لا ده السته ده انا بقول مباراه ان الثاني هيصعد دوري ممتاز فلازم يبقى راجع عشان تاخد. وبرده ده برده لا يا دكتور، لا انت كده موجود في دوري محترفين يا دكتور، كده مجهود موسم بيضيع يا دكتور. لا يعني مش بيضيع. لا 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 يا فندم، يعني فرقه زي المنصوره انت بص ال 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 الاول بتطلع لمين؟ لدوري المحترفين، ده مبتغى. أيوة. وصلت له، العب ماتش رايح وماتش جاي. تمام. لان ليه بقى انت بتضيع فرقه زي المنصوره؟ بتضيع كل تعبها وشقاها يا كابتن ايمن لمده سنه بحال. اديله مبدا تكافؤ الفرص، يلعب براحته ماتشين ماتش راح ماتش جاي. انا كنت من اكثر الناس حزنا ان المنصوره كيان كبير وجماهير، وبحيي العميد محمد بسوني على المجهود اللي بذل على مدار الموسم بصراحه. اتمنى ان هم المره السنه الجايه في حاله الصعود في المحترفين في المح... في ده. والسويس كمان يعني برضو انت بتتكلم السويس هدف اول دقيقتين بس برضو نادي جماهيري موجود في دوره. أيوة. في انت... في الدوري الطبيعي يا دكتور ايه؟ ان انا بلعب اي ماتش فاصل ماتش رايح وماتش جاي. تمام. يبقى انا زي الدوره الرباعيه نفس القصه كان في المباراه الفاصله. الحاجه المهمه برضو انت الكابتن ايمن هيتكلم في القسم الثاني، انت عندك حاجه مهمه جدا ما حدش بيتكلم عليه. انت عندك الافارقه قبل موسم 2013 2012 يا كابتن ايمن كانت الافارقه في الدوري القسم الثاني عمله نادره. يعني لاعب ما فيش اكتر من كده، كانش في فرقه بتجيب ثلاث لعيبه او اثنين او في الناشئين يجيب اربعه وخمسه زي كده. يعني كابتن وليد خليل في المحله قال على حاجه بقى عامل مشروع جديد الافارقه بس، وعنده مدير تسويق هيجيب له لعيبه هو هيشتغل عليها في نادي المحله ناشئين وهيبدا. وانا بحييه ده اكاديميات في افريقيا، اكاديميات بلد في نيجيريا وكده. فانا بقول لك النهارده انت من قبل موسم 12 11 ما كانش عندك افارقه يا كابتن، بدات يبقى عندك افارقه. سبب ارتفاع المستوى، احد اهم ارتفاع المستويات في الدوريات ديت يا كابتن ايمن وجود افارقه. والدليل ان عندك الموسم 22 23 170 هدف ما عمراش حصلت في قسم تاني. سجلوا مين؟ 53 لعيب اجنبي. اجنبي كام لعيب انت بتاخده في الدوري ده؟ اثنين لعيبه وبتعامل الفلسطيني كانه ايه؟ مصري، لعيب مصري وبتاخد في الناشئين. طب ما انت ما توسع القاعده شويه، ما انت عندك الافارقه القيمه التسويقيه بتاعتهم بياخدوا بالجنيه المصري وبياخدوا عقود اقل. طب ما انت ما توسع القاعده ثلاث اربع لعيبه خمسه افارقه. لا ما انا برضه هاثر على اللاعب المصري. لا مش هتاثر. ازاي؟ ما انت عندك المنافسه تبقى شرسه. لا برضه في اي دوري يا دكتور ايهاب، مش عايزين نقف عند حاجه معينه يا دكتور، كل الدوريات فيها يا دكتور، احنا لازم نشتغل شويه على نفسنا. انت هتجيب ثلاث اربع افارقه بدل ما هم اثنين خليهم اربعه، خليهم ثلاثه. هيبقى قدوه لغيره، هو ملتزم، العقود بتاعته ضعيفه، اللاعب موهوب، معظمهم هدافين، كل ده عوامل بتساعد. لما اروح اجيب الهداف اللي بره واركبه في الدور في القسم الثاني في القسم الثالث، كابتن ايمن موجود تمام؟ منتخبنا نوديه فين؟ ما هو المنتخب كده كده بياخد من الدوري الممتاز. لا اله الا الله، ما انت بالتبعيه هيبقى الدوري الممتاز برضو. انا في حراس المرمى لما منعتها ظهر عندك حراس مرمى ولا لا؟ ايوه طبعا ظهر. كان الاول بتروح برضو تجيب لي كمان مارتينيو من ايام بيل انطوان، كنا بنقوله الشناوي ما عادش بعد الشناوي. انا بقول طلع مصطفى شوبير، الله اكبر. هو يعني هو انا بعيد حضرتك، وانا بعيد حضرتك في النقطه ديت. هتعمل مشكله بالنسبه للعيبه اللي موجودين في مصر او في المركز ده في المنتخب مصر، لكن برضو هي مش دي السبب لوحده. انا ممكن احطهم ولكن اايد ان المباراه شرف فاتني بس وماله. دي مش ده مش السبب لوحده، السبب الاخطر من كده والاهم من كده الاستثمارات في قطاعات الناشئين. ده اللي اثر بالسلب على كل الفرق وكل المنتخبات من اول المنتخبات الناشئين لغايه الفريق الاول. مؤثر بنتيجه سلبيه، ما عادش فيه ندره المواهب، اللعيب اللي يعمل الفرق مع فرقته النهارده، كل اللعيبه بقت قريبه من بعض. الموسم القادم عشان برضو الموضوع الاستثمار،
انت كان عندك بتروح مثلا يجي لك 40 لاعب تاخدهم كلهم استثمار او تسيب 10، هيبقى عندك فرقتين اثنين، فريق حطه للاستثمار وفريق للمواهب واللي اتمنى دكتور اتمنى خلاص احنا خدنا بقى اتمنى الحاجات دي تطلع دي يعني حاجات النهارده هتلحقوا كده بدل ما الحاج عامر بيطلع كل حاجه اللي مش طلع له انا حاجه ما انت بتديني كل حاجه لا هتبقى كده انا ما بديش لا فدي اللي انا شايف الجزء ده اللي عامل مشكله، لكن برضو الاحتكاك مهم جدا، الاحتكاك مع مدارس مختلفه في افريقيا سواء شمال افريقيا او سواء افريقيا نفسها مهم جدا، هيطور من اللعيبه في تواجدها، بس قانونيتها دي بترجع بقى لاتحاد الكره. ده انت عندك يا دكتور هدافين، ابو بكر سيلا كان في اسوان، نانا انطوي، سايكو كونتي، اسماعيل بامبا، جون ايفيري، الون داي بتاع الاولمبيا كابتن، رفيق كابو، لا انا بكلمك عن الموسم السابقه، الحسن ديالو، كريستوفر مندوجا اللي كان في الترسانة، كارافالا بتاع دمنهور وراح ابو قيره كابتن، انت عندك مجموعه افارقه يعني تركوا بصمه في الدوري المصري. اسماعيل بامبا مساعد ثلاث فرق. اسماعيل بامبا، يبقى انت النهارده انت بتزيد من قوه الدوري المصري. بالظبط. لما تفتح بدل ما اثنين لا خليهم ثلاثه خليهم اربعه، وزي الدكتور ايهاب ما بيقول يا كابتن تنزل في الملعب يبقى موجود في الملعب اثنين على الاقل. واخد بالك؟ ده كله مفيد، وخاصه ان هو لعيب ملتزم، ما هوش مثير للمشاكل، بيتقاضى دلوقتي بالجنيه المصري. هو لعيب على خلق، ما تلاقيش ابدا دايما افريقيا عامل مشكله، كل دي عوامل هتصلح المنافسه بين اللاعبين المصريين. اتمنى ان احنا يا دكتور ايهاب الافارقه تكون لها نصيب معاكم السنه الجايه، انك انت توسع قاعده التعاقد معاهم. تمام. طيب ارجع برضو هنا بقى للانديه اللي احنا بندور عليها اللي بقت في القسم الثاني والثالث، يعني في المجموعه الاولى ديروت والالومنيوم وكان صراع عنيف للغايه، المجموعه الثانيه الترسانه بخبراته المتراكمه حسمها مبكرا، المجموعه الثالثه كان صراع ما بين منتخب السويس والعبور 33 و32 نقطه، تمام، والنصر ورام 29، تمام، عندك المجموعه اللي بعد كده كهرباء الاسماعيليه 33، الانتاج الحربي كان 30 نقطه، المنصوره والازازين 36 نقطه، انهوا الموسم الاثنين، وبحيي مركز شباب الازازين، الحاج علي الازاز عمل موسم اكثر من رائع، وبقول له الصبر، خلي نفسك طويل، انا عارف ان انت انهكت ماليا جدا، لكن خليك متمسك. مليل كفر زاد 32، سبورتنج 35، اولمبي 30، زي ما شفنا في هذه المجموعه، فالصراع برضو كان صراع عنيف جدا، وللاسف لما الاقي يعني الاولمبي اللي فاز بالدوري، والاقي دمنهور اللي بيمثل محافظه زي البحيره، ويعني انديه شعبيه كفر الشيخ وغيرها. يا كابتن عين، بص دكتور، في انديه طبعا مش عايزين نذكر اسامي عشان برضو الناس بتاخد الامور بحساسيه شويه، في انديه اعترضت بشكل كبير جدا على التواجد في دوري المحترفين. طب انت النهارده جات لك الفرصه ان انت تلعب في الممتاز بيه، وانك تصعد اول مجموعه، وانك تنافس على الصعود للدوري الممتاز مباشره اللي انت بقالك سنين بتجري وراه. طب النهارده ما اشتغلتش صح ليه؟ وركزت ان انت تصعد اول مجموعتك وتنافس على الاربعه اللي هيصعدوا للدوري الممتاز. كانت فرصه سهله جدا لانديه كتير، وفي انديه قالت لك كويس الحمد لله ان احنا هبطنا عشان نقدر نشتغل بالشكل ده زي المنصوره. فالنهارده الترسانه قدرت تحسم المنافسه بدري جدا وتنهي المجموعه بدري جدا، ومرتاحين قوي ومناهين الصعود من بدري. ديروت نهت برضو الموضوع بدري شويه، كانت منافسه لغايه وقت مش قصير مع الالومنيوم. منتخب السويس لغايه اخر النفس الاخير كان بينافس مع العبور للمنافسه على الصعود، كهرباء الاسماعيليه والانتاج كانت منافسه شديده جدا ما بينهم، والمنصوره والازازين. سبورتنج كان يعني شويه الهلال شويه الاولمبي شويه عملوا الحمام، عملوا موسم بصراحه، لكن هم كان برضه في الصوره ورجع، لكن سبورتنج كان ماشي كويس، ويمكن الفتره اللي ماشي فيها كويس اديته اديته بصراحه، عمل موسم مدرب شاطر رائع لازم. انا عايز ادي لاحمد بعدين ما صرفوش زي الانديه الثانيه يا دكتور. احمد من النوعيه اللي بيعرف يلم الفرقه كويس، بيتعامل مع لعيبه بشكل كويس جدا. احمد عشان ما حدش يتكلم عليه ويقول ده مدرب، لا احمد النهارده بقاله 3 سنين مع الفرقه في الشطرات مع الفرقه، لا ماشي كويس جدا يا دكتور، نتائجه فوق الممتازه. اهو شفت صعد للترقي، فدي نتيجه مش نتيجه النهارده، لا دي نتيجه سنين شغال هو صح. فيها وتعب فيها وشقى فيها، فانا بحييه هو وجهازه الفني وببارك له على الصعود للدوره الرباعيه، وبتمنى له التوفيق هو والمجموعه كلها. طيب ده طبعا فيما يخص القسم الثاني. هطلع اشوف تقرير عن الفرق الثلاثه اللي صعدت لدوره الترقي للصعود للدوري الممتاز بصحبه فريق حرس الحدود، من سيبتسم له الحظ ومن ستبتسم له الساحره المستديره من الاربع فرق اللي حصلت واحده فيهم للدوري الممتاز بصحبه طبعا
فريقي بتروجيت وغزل المحله ليكتمل عقد الثلاث فرق المتاهله الى دوري نايل. اشوف تقرير وارجع اكمل مع ضيفي الكريم. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه، وهذه الحلقه التي تشمل حصاد لمسابقات القسمين الثاني والثالث. تكلمنا عن دوري المحترفين، تكلمنا عن القسم الثاني والفرق التي تأهلت إلى دوري المحترفين وأيضا إلى دورة الترقي الخاصة بالدوري الممتاز. عندنا بقى أندية القسم الثالث، عدد الأندية السنة دي كان 149 نادي. ودي دي حاجة بقى مهمة يا دكتور قبل ما تكمل، 149 نادي يصعد منهم 13 بس، 149 نادي عاوز تصعد كام يعني؟ على الاقل يعني على الاقل اعمل نسبه 20 نادي. طب ما كل مجموعه بيطلع منها بقى، ما هو برضه ظلم برضه 149 نادي. لا كتير يا دكتور، ده في القسم الثاني على الاقل 15 نادي. ماشي، عشان تعمل مسابقه قويه. تمام، نكمل وهنقول طبعا انسحب فريق سيوة والوداد من مجموعه مطروح، نهضه العمريه من مجموعه اسكندريه، شباب مصر من مجموعه شمال سيناء. فرق صعدت بشكل رسمي زي ما هنقول للقسم الثاني بقى 13 فريق تأهل بشكل رسمي للقسم الثاني بقى الموسم 24-25. المدينة المنورة من المجموعة الأولى، مركز شباب سوهاج لأول مرة في تاريخه من المجموعة الثانية، البداري من المجموعة الثالثة، نادي توت عنخ آمون لأول مرة في تاريخه من المجموعة الرابعة، صعود نادي دايموند لأول مرة في تاريخه من المجموعة الخامسة، البلاستيك من المجموعة السادسة، صعود دمياط من المجموعة السابعة، شرقية من المجموعة الثامنة، صعود بلقاء سيتي بعد تصدر لقمة المجموعة التاسعة، وبيلا من المجموعة العاشرة، أصحاب الجاد من المجموعة 11، 6 أكتوبر من المجموعة 12 شمال سيناء، والظهور بمطروح، ولسه قضية الظهور والجزيرة من اللي هيصعد للشكل الثاني اللي هو 12 باء مطروح. طيب بما إننا بنتكلم وهنتكلم بالتفصيل، الأندية زي ما أنت قلت اتقدمت بمقترح وأعتقد إن هيصدر منه يعني قرار خلال فترة وجيزة من الاتحاد المصري لكرة القدم. 30 نادي معانا. ده يعني أكثر من نادي، هما كانوا في حدود 13 اللي جم أعرف اتحاد الكورة. حاج سعد قال لي 30 مش عارف بقى. اللي هم حاج سعد يا حبيبي. اللي هم عاوزين يعني يوسعوا القاعدة في القسم الثاني بقى. وخلي بالك يا دكتور بدل مع الأيام اللي جاية نهاية الدوري هتلاقي أندية كتير انضمت للمجموعة دي. اللي هم يخلوها ست مجموعات في 14 نادي. والله يا دكتور انا شايف ان هي برضو دي من الثغرات اللي كانت موجوده او من النقط السلبيه اللي كانت موجوده في نظام المسابقه الممتاز به، ان تسع فرق النهارده الفرقه بتلعب 16 مباراه طول الموسم، ما تفرزش لعيب، ما تقدرش تفرز لعيب كويس. المنصوره لعب 19 مباراه فقط، ما تقدرش تفرز لعيب كويس. النهارده الفرق بتخلص في شهر 4 وشهر 5 وكل ده هيبدا الموسم الجديد في شهر 9. اربع شهور اللعيب لا بيتمرن ولا بيلعب ولا دي جزء الفني، الجزء المادي النهارده اللعيبه دي، ده في لعيبه وفي مدربين ده اكل عيشهم، ده رزقهم ودي شغلتهم والمهنه بتاعتهم. فالنهارده بيقعد من شهر 4 لغايه شهر 9، الاربع شهور دولت من غير اي مرتبات، من غير مكافئات، من غير عقود، فطبعا اثر سلبي جدا 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 على الناس دي. فلازم نبقى نراعي النقطه دي. اللي انا شايف فنيا احسن المجموعه الطويله شويه، لو وصل 16 او 18 نادي ده هيبقى افضل كتير جدا للمسابقه وشكل المسابقه. ما انت هتعمل حاجه كويسه يا دكتور، خلينا احنا بنتناقش كده مع بعض وكلها يعني اطروحات لصالح الكره مصر. تمام، ما تيجي على الدوري الممتاز وتعمل موسم استثنائي وتهبط خمس انديه، تمام، وتعمل دوري المحترفين امتى؟ السنه دي؟ السنه بس. السنه دي؟ لا السنه الجايه. وتعمل دوري المحترفين تقلص عدد الانديه ب 18. يبقى انت تاخد دوري المحترفين ودوري ممتاز، شوف بقى الدوري والمتعه، وتحت اشتغل زي ما انت عايز. يعني اشتغل تحت. يعني مثلا اعمل 14 نادي في ست مجموعات عادي، 16 فرقه في ست مجموعات عادي. كل ده تحت مفيش مشكله، ما هو صراعه وهتاخد وهتاخد منتج كويس. لكن دوري المحترفين عشان تاخد منتج زي الدوري الممتاز بالظبط، هو خلاص كده يعني اقترب من الدوري الممتاز. خليهم 18 نادي والدوري الممتاز موسم استثنائي يهبط خمسه، وتبقى انت عملت احسن حاجه، وده هيحسب لاتحاد الكره الحالي على مدار كل السنين اللي جايه. احسن خطوه الدوري الممتاز انت عارف خاصه برابطه الانديه، مع يعني اللي بتديه برضه طروحات يعني دي رابطه الانديه بكل تاكيد. الحاجه المهمه بقى يا دكتور واللي انا اتمنى برضه انتوا تحط يعني لازم يكون في حل في الموضوع ده، احنا او اتحاد الكوره انتوا بتعلنوا بدايه الموسم بتبعتوا اللائحه، في اخر اللائحه المباريات بدون جمهور مش كده؟ لا السنه الجايه هتتغير خلاص. ما انا جاي لك بس هقول لك برضه انت حتى لو ما اتغيرش يعمل ايه بقى؟
خد قرار بدون جمهور ودي تعليمات في الملاعب ممنوع. ليه بقى؟ كل الناس تقول لك ايه، طب اشمعنى ماتش كذا دخل فيه كذا، اشمعنى كذا دخلوا جمهور، ودي بتعمل ازمه موضوع الجماهير وبتعمل مشكله. احنا شفنا الانفراج اللي حصلت في الدوري الممتاز أوه. ان كل الاستادات بالساعه الكامله واستاد القاهره واستاد الجيش في برج العرب ب 30,000 متفرج تمام. القسم الثاني برضو الموسم اللي قادم هيبقى كده بس على النظام تذكرتي نفس تمام. اللي موجود في طبق في الدوري الممتاز عشان برضو أيوة. رغم العدم بس عشان كل واحد داخل يبقى معروف أيوة. الداتا بتاعته كام، ده هيتطبق بدايه من الموسم القادم على كل الانديه. وبعدين تكون ايه بقى مقننه، يعني ما يدخلش جمهور الا في ملاعب ملاعب محكمه. ليه بقى؟ لان بيبقى في مشاكل كتير بين الانديه، جمهور نادي كذا مع جمهور ممكن يعملوا مشاكل تخرج عن السيطره. يبقى الملاعب ديت محكمه زائد العدد مثلا 500 700، ومن خلال تذكرتي اه خلاص كده. لكن السنه دي بقى كل واحد يتكلم في اي مكان يقول لك ايه، لا ما ملعب مش عارف كذا دخل فيه جمهور، والملعب التاني ما دخلش، والملعب، ودي عامله ازمه. الموسم الماضي مش ده كان متسابة للامن في كل محافظه آه. هو اللي تحمل أيوه. المسؤوليه، وكان مردودها كويس جدا، وكان مردودها كان جمهوريه شبين وطنطا والبلديه، ما كنتش بتشوف اي مشاكل الكل. لا احنا يعني احنا رحنا لعبنا في طنطا كان الملعب ما فيهوش نفس، كان الملعب مليان على الاخر وما حصلش اي مشكله في الملعب. لا كان حاجه يا دكتور الجمهور، انت شفت جمهور المحله سافر من المحله لو المطامير قد ايه، ده ماشوا على رجليهم كمان بتاع 3 كيلو في الاراضي الزراعيه عشان يوصلوا الملعب. يعني الجمهور ده يعني كل التحيه، الجمهور بيبقى امكانياتهم على قدهم، بيبقوا فرحانين بفرقتهم يا كابتن ايمن، عايزين يدخلوا الملعب. يبقى احنا نقارن من السنه الجايه حتى ولو اتحاد الكور بالاتفاق مع الامن، بلاش لو عملتها من خلال تذكرتي 100 واحد يدخل خلاص. لا هي عملتها من تذكرتي يبقى تعمل. افضل قرار بس كده يا دكتور ياخده اتحاد الكوره، يبقى كده النهارده هتغير الملاعب. لازم هتبقى ملاعب، لا مش غير، هتبقى الملاعب محكمه يا دكتور. ما انت عندك ملاعب كويسه، لا ملاعب النهارده عشان تعمل تذكرتي يعني، وبرضه في ملاعب مش هينفع فيها الجمهور هيقعد فين والكراسي، الملاعب اللي فيها اللي فيها فلازم النهارده الملاعب تتغير. انا هروح ملعب ما فيهوش مدرجات هقعد فين؟ ما هقعد ورا السور، لازم يبقى ملعب فيه مدرجات. اصل هو برضه يا دكتور احنا عندنا سواء في القسم الثاني او دوري المحترفين عندنا ملاعب كويسه. في يعني ملاعب عاوزة يعني مثلا 88% من الملاعب كويسه. لا مش 80% ولا حاجه، لا لا اقل. لا عندنا سبب مين؟ طب سبب مين يعني؟ لا ما بص مش كل حاجه عندنا في الدوله اللي بتاخد التقارير، بص لي مش المناطق عارف السبب هي اللي بتعتمد الملاعب. السنين اللي فاتت كان كل نادي يعمل اشهار وما بقاش عنده ملعب. مش ده اللي كان بيحصل؟ تلاقي ملعب واحد بيلعب عليه 5 6 فرق هلكوه. ما احنا قلنا حاجه ثانيه، اي فرقه تشارك في دوري الدرجه الرابعه يا كابتن ايمن يحط وديعه في البنك، ولنفرض مثلا لا تقل عن 250,000 جنيه مثلا. ما هو طب يشارك ليه؟ احنا بنتكلم طب يشارك ليه؟ ويعمل تعاقد طب اقول لحضرتك مع ملعب لمده 5 سنين في الدرجه الرابعه. حضرتك اكتر ثالث وثاني انا هقول لك حاجه، فكرني الله يرحمه الحاج عزمي كان رئيس نادي سمسطه، لا مش بني مزار. فلما حصلت ربنا معتها احداث مجزره بورسعيد، فكان طبعا قال لك البوابات الالكترونيه ايامي ما فيش ملعب غير لازم بوابه الكترونيه ولازم فالحاج عزمي جايبه على التليفون بخصوص ال 250,000، فبقول له يا حاج عزمي ها هتعمل البوابه الالكترونيه؟ عشان قال لي مش لما يبقى معايا 8 بوابه حديد مش بوابه الكترونيه. انت قسم رابع 250,000 ده في القسم الثاني مش قليل. الازازين ده نجح ليه وكان منظومه ناجحه ليه؟ عليه بقى عشان في فرض بيصرف. طيب ماشي، الراجل بلده وراجل اعمال فبيصرف. طيب ما احنا زي ما المهندس خضر نجح مع مجلس فكر خارج الصندوق اللي هو يشتغل، احنا ازاي طيب اشتغل خارج الصندوق؟ احنا ما نخليهاش بقى استثنائي ان في حد يجي يصرف، نخليها القاعده عامه بقى. انت عايز تشارك في دوري القسم الرابع يبقى على الاقل اجر ملعب لمده 3 سنين مثلا، وهات العقد بتاعك، حط وديعه في البنك 100,000 جنيه، تطلع للقسم الثالث زود الوديعه واعمل زي ما قلنا ان الانديه الخاصه اللي عاوز تشارك وتدخل في الاتحاد المصري طلع نادي شعبي لمده 3 مواسم. لكن معظم الانديه اللي عندنا زي انت ما قلت كده في الاول على الورق بس. بس طيب. برضه يرجع للكابتن ايمن عشان هو يعني احنا افتقدنا حلاوه الدوري كامله، الدوري حلو كل حاجه بس عدم وجود الكابتن ايمن لا يعني 70% بس و30% طاروا من حلاوه المتعه في دوري المحترفين. من الناس المتخصصه في مدرب يعمل حاله بجد. هرجع لعمليه تغيير المدربين، هل صعوبه دوري المحترفين هي اللي خلت هذا العدد من الاجهزه يعني يتم ال هقول لحضرتك حاجه، انا شايف الاحصائيه ديت اقل كتير من السنين اللي فاتت.
يمكن السنين اللي فاتت لا كان العدد بيبقى اكتر من كده بكتير. السنه دي يمكن اقل شويه، يمكن اللي رفع شويه ناديين مثلا، في ناديين حوالي 115 مدرب فني من سنتين، 10 مدربين، 10 مدربين في ناديين بس. في السنه دي في 10 مدربين، يعني لو شلتهم بقى 27 مدرب تغيير. فدولت انا شايف ان هم عدد، بالنسبه طبعا هم عدد طبيعي ان هم التغيير العدد تغيير كتير، لكن بالنسبه للسنه دي لا مش شايفها ان بالنسبه للسنين اللي فاتت اقل بكتير قوي من السنين اللي فاتت. طيب ازاي برضو وانت موجود معايا احافظ على حق المدرب وحق النادي؟ العقود يا دكتور، النهارده حصل بند السنه اللي فاتت ان مش هيطلع كارنيه المدير الفني غير لما العقد بتاعه يتوثق في اتحاد الكوره. تمام. بس الموضوع ده اتطبق متاخر، كان في كارنيهات طلعت ومدربين اتعملت، فالموضوع العقد ده مهم جدا النهارده. حفظ الحق، اتحاد الكوره بيبقى له نسبه فيه وده حق اتحاد الكوره. النهارده الضرايب، المهن الرياضيه، كل ديت حقوق في العقد، حق المدرب وحق النادي. فانا شايف ان توثيق حق توثيق العقود دي حاجه من الحاجات اللي عشان نمشي بشكل كويس ونبدا نعمل اسس نمشي عليها الفترات الجايه بالنسبه للمدربين وبالنسبه للانديه. دي نقطه. النقطه الثانيه، كذا بقى لنا سنتين ثلاثه بنقول المدرب مش هيشتغل غير في نادي او ناديين، واتعملت اليه للموضوع ده واتدرست وكان هتطبق وما اتنفذتش. النهارده المدرب بيمشي من هنا بيروح يشتغل هنا، النادي بيمشيه ما بيعرفش ياخد حقه، اللي هو بيمشي عشان يروح نادي تاني مقابل المادي احسن وافضل، ما بيتعاقبش. فالنهارده سايبين الامور لسه ما اتقننتش او ما اتنفذتش بشكل كويس. فدي برضو بترجع لاتحاد الكوره ان لازم يقنن الموضوع ده للاستقرار، كمان لاستقرار الانديه ولاستقرار اتحاد الكوره. تمام. ليه بقى ما فعلتوش انتم يا دكتور العقد اللي انتم طلعتوا بيه قرار كان لازم يتفعل السنه دي؟ ما هو طالع من السنه اللي فاتت. زائد حاجه مهمه جدا، في مدربين كتير بتقعد عندنا في مصر احيانا بدون شغل سنه واتنين وبيبقوا غير قادرين على ان هم يعني يوصلوا العمل في الحياه. فانت ما تعمل حاجه من عقود المدربين دولت وتاخد قيمه او تاخد نسبه كل سنه وتحطها في صندوق خاص بالمدربين بس. ده ما مش في ايدي ان انا افرض اروح اخد منك من مبلغ، انت لازم تتنازل عنه. يعني هل تبقى جمعيه بره؟ بص هو يعني. دي مش دي احنا المفروض المدربين، وده الصح، ان احنا نعمل رابطه ما بيننا او جمعيه ما بيننا وبعض ونساهم فيها بالزبط. المريض اللي عنده الاتحاد. انا عاوز اقول لك الاتحاد ممكن بيطلع شهريا ما لا يقل عن 800,000 جنيه. لا الاتحاد بصراحه 800,000 جنيه يعني للحالات المرضيه وده حقهم من حق النجوم دول. بمناسبه المدربين ورخص التدريب، لان كلام كتير للاسف الشديد ترويج، البعض يقول لك ايه ان الرخص التدريبيه الاخيره غير معتمده، وان الاتحاد الدولي كان في زياره للاتحاد المصري لكره القدم وقال لك ده احنا بنبعت فلوس عشان الرخص دي تطلع، والمفترض الاتحاد المصري ما ياخدش فلوس من المدربين. الكلام ده انا بقول لحضراتكم عاري تماما من الصح قولا واحدا. الشهادات اللي طلعت مؤخرا من الاتحاد الافريقي معتمده، سواء كانت الرخصه سي او الرخصه دي. عندنا هنعمل دورتين ايه خلال الفتره القادمه وفاصل ما بينها 10 ايام. الحاجه الثانيه، الزياره اللي كانت موجوده لوفد الاتحاد الدولي، في عندهم برنامج للتنميه، فبيديك مثلا في السنه يقول لك ايه لك 50,000 دولار لك 100,000 دولار اللي انت تعمل بهم ايه، تيجي في الدورات الاي والبي تختار افضل اللي كانوا موجودين من المدربين وتعمل لهم دوره تخصصيه مثلا في 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 الاحمال البدنيه، في التحليل الاداء، يبقى ده تخصص دقيق ده اللي يكون على حساب الاتحاد الدولي، عشان بس يعني ايه الاقاويل اللي طلعت. لكن الدورات شغاله، دوره ايه الحمد لله نجحنا فيها، اهو الدورتين اتنين ورا بعض هيتموا خلال الشهر اللي جاي، فده نجاح للاتحاد المصري وحسابه. عايزين بقى اتحاد الكوره السنه الجايه يا دكتور، يعني ان شاء الله برضو ايه تكون نفس المجموعه ديت موجوده او غير حاجه او غير لو عايز اشيل حاجه. اتمنى رابطه الانديه يتم تفعيل دور رابطه الانديه في القسم الثاني. يبقى انت تعمل ايه بقى؟ الروابط صح، دي اهم حاجه. هتحدد شكل الدوري، هتحل مشاكل زي صندوق المدربين، انا معاك بالاتفاق مع المدربين، صندوق للعيبه اللي ما بتقدرش تعالج نفسها، التدخل في حالات الجمهور، يعني زي ما الرابطه ديت مهمه جدا وكانت لها دور السنين اللي فاتت يا دكتور. وكان الله يمسيه بالخير اللي هو ابراهيم مجاهد احسن واحد عمل شغل في الرابطه ديت، وكان معاه الكابتن طارق السيد، كان معاه مجموعه كويسه جدا. طب ليه ما يتمش تفعيل دور رابطه الانديه من الموسم اللي جاي يا كابتن عشان حل الازمات او القضاء على المشاكل اللي موجوده في القسم زي ما مطبقه في الدوري وسهل جدا تجتمع مع المدربين تعمل لهم صندوق
تجتمع مع جزء كبير من اللعيبه تاخدهم على فترات تعمل لهم صندوق برضه. يبقى هي من حقها قانونا انها تفعل الصناديق ديت. تمام. زي ما بنتكلم على سلبيات لازم نتكلم على ايجابيات. ايجابيات الرخصه ايه؟ الرخص النهارده دكتور ان الرخصه ايه المفروض هتشتغل اليومين الجايين، وكانت في ناس مقدمه من فتره. يوم الاحد اللي فات حصل مقابلات ما بين المدرب مع المدربين المتقدمين للراغبين للحصول على الرخصه ايه، تقريبا هيبقى خدوا حد واثنين وثلاث تقريبا، وهيبدا يشوف مين اللي يستحق ومين اللي ما يستحقش ان هو من خلال السيره الذاتيه ومن خلال المقابله اللي هيعملها مع المسؤول الفني اللي هو الكابتن علاء نبيل. فدي برده من الحاجات الكويسه. فدي من الحاجات الكويسه جدا بصراحه اللي لازم نحيي عليها اللجنه الفنيه في اتحاد الكره واتحاد الكره. بصراحه كابتن علاء نبيل وكابتن محمد يوسف اضافه كبيره جدا طبعا. جدا جدا شغل بصراحه على اعلى اعلى مستوى، ده هيبقى لهم يعني بيع طويل. ولازم برده الشيء بشيء يذكر نوجه الشكر للكابتن مجدي الشيخ رئيس لجنه مسابقات القسم الثاني، والسيد مصطفى عيسى رئيس لجنه مسابقات القسم الثالث. واللجنه هنا واللجنه هنا كلهم بذلوا مجهود كبير جدا عشان يقدروا يطلعوا بالمسابقات الى بر الامان وفي افضل صوره. فطبعا كل الشكر والتقدير للجنه القسم الثاني برئاسه الكابتن مجدي الشيخ، لجنه القسم الثالث برئاسه الكابتن مصطفى عيسى، لهم كل الشكر وكل التقدير ان شاء الله. طيب انت عندك دور ايه؟ اعتقد انت هتشارك في الفتره اللي جايه برضه، عدد كبير من المدربين اتكلموا فيها، ودي الدورات دي كانت متوقفه بقى لها دي لفترات كبيره جدا. فيعني بذل فيها الدكتور جمال مجهود كبير جدا، وبيكمل معاه طبعا كابتن علاء نبيل، وبنتمنى لهم التوفيق. طيب ارجع، بما انك فني وموجود معانا، مسابقات الناشئين عشان اعمل منتخبات قويه واعمل دوره قويه لازم ابدا من الناشئين. ايه اللي ينقص قطاعات الناشئين عندنا؟ الاحتكاك. الاحتكاك، لان النهارده احنا بنشتغل دوري مناطق، بتبقى اولا المسابقه بتبقى ضعيفه، وثانيا العدد المباريات قليله جدا، ما بتفرس لعيبه كويسه. وطبعا غير موضوع الاستثمار ده اللي لازم ده خلاص لازم نشوف حل فيه، لان ده بيدمر لعيبه كتير جدا. طول عمرنا بنعرف ان اللعيب الغلبان اللي بيلعب في الشارع اللي معهوش ماديات كتير هو ده دايما مش ده اللي معاه فلوس ما بيلعبش، لا اللي معاه فلوس طبعا برده بيلعب. الموهبه بتفرض نفسها، بس لا بس المواهب كده بتقضي على مواهب. انا معيش فلوس يبقى انا طبعا هروح اختبر ليه وهتعب ليه؟ فدي مهمه جدا. الانديه بقى شايف الاختيارات المدربين في قطاعات الناشئين والمشرفين على قطاعات الناشئين، لازم النقط دي مهمه جدا، ان انا اختار الانسب اللي يقدر يعمل لي كادر كويس. في انديه كتير تقدر النهارده تستغنى عن ان هي تروح تشتري لعيبه بملايين لو قدرت ان هي تهتم بقطاعات الناشئين. امبي عامل كده ما شاء الله عليه، وزاد في الايام اللي جايه هتلاقي كذا. بص برده انا عايز الشيء بالشيء يذكر نادي فاركو. نادي فاركو في اسكندريه برده الدكتور احمد عاشور بنتمنى له طبعا الشفاء مع الدكتور سلام عليه وعلى التخصصات الجميله. عاملين قطاع ناشئين فوق الهايل بصراحه، عاملين قطاع ناشئين كويس جدا، وبيكتشفوا لعيبه وبيلفوا يجيبوا لعيبه من كل المحافظات، فعاملين قطاع ناشئين كويس جدا. نادي زد برده النهارده بيبص للموضوع بشكل اكبر، هيفيد الكره المصريه فيما هو قادم. نادي الاتحاد السكندري، نادي الاتحاد لما جاب الكابتن امام محمدين من فتره وقدر ان هو ينسق القوائم عنده في منتخب 2008 محمد جابر ده عندهم مجموعه كبيره كويسه هايل هايل من افضل القطاعات. زي امبي نادي الاتحاد السكندري، مغازي المحله عمل قطاع كويس جدا، طنطا عنده قطاع برضه في مجموعه النهارده طنطا كل اللعيبه كل الفريق الاول الفريق الاول لعيبه كتير جدا يعني انا لما كنت موجود معظم اللعيبه من قطاع ناشئين نادي طنطا. عندهم حارس في 2009 هيبقى حارس منتخب مصر، وفي لعيب برضه ناشئ في بروكسي محمد بن لعيبه انضم للمنتخب 2005 انضم للمنتخب لعيب لعيب مميز جدا انضم 2005 ده. طيب قطاعات الناشئين يا دكتور اتفضل، الاخر 20 سنه معلش يعني بقى فيها سلبيات بشكل غير عادي. وانا طبعا بطالب رؤساء الانديه لازم يتدخلوا في القصه ديت. بقت العمليه فيها مجاملات كتير. ما عادش يعني دمنهور زمان صعد بابنائه، طنطا زمان صعد بابنائه، نادي الاتحاد السكندري كابتن زمان بابنائه، المحله كابتن نحريري، كابتن سياجي، كابتن شريف الخشاب، كل كابتن خالد عيد، كل طارق محجوب، كل ابناء صابر عيد، كل ابناء الانديه ديت طالعين من قطاعات الناشئين. وكان في المحله قطاع ناشئين، قطاعات ناشئين زمان افراز كتير اجيال، ودلوقتي بقى ما شاء الله الجنيه عامل قطاع كويس من يوم ما بقينا بقى بنسدد فواتير انتخابيه في تعيين مدربين في قطاعات الناشئين، والانديه دي خلاص انتهت يا كابتن يا دكتور. كل الانديه النهارده بتشتري لعيبه، نادر لما تلاقي نادي او اتنين بيعتمد على ابنائه من الناشئين. احنا عايزين نرجع تاني، بس تقنين الموضوع ده عايز
رؤساء انديه عندها صاحبه قرار ياخد قراره وما تسددش فودي خلاص، يعتمد على المدربين اللي هم المواهب. ايه التخطيط يا استاذ؟ لازم النهارده ان انا اجي بملف كامل تخطيط لكل قطاع الكره. الاتحاد الموسم القادم في مسابقات الناشئين هيبقى عندك زي ما بتقول دوري المنطقه، دوري الجمهوريه، دوري القطاعات على مستوى منتخبات القطاعات كمان. اي ناشئ هيلعب من 40 ل 60 مباراه في الموسم. عدد مباريات يبقى انت كده. لا لا الكابتن علي من 40 ل 60 مباراه بالزبط. في الموسم يبقى عندك لاعب يستوي زي ما بنقول. ما هو انت عشان عايز ترفع الدوريات اللي عندك يا دكتور زي الكابتن ايمن ما قال من شويه، كل فرق القسم الثاني يا كابتن ايمن زي المنصوره في فرق لعبت 16 مباراه وفي فرق لعبت 19. يعني في العالم فرقه تلعب طول الموسم او لعيب 19، يبقى انت هتطالب ازاي بانك انت يبقى عندك مواهب؟ ما عندكش انت عشان تطلع لعيب قوي وتقدر تشتغل عليه فوق في الدوري الممتاز، لازم يطلع من القاعده من تحت لاعب في الموسم 30 40 مباراه. بالظبط صح. تمام. طيب هرجع برضو عندنا المباراه المهمه جدا السبت ان شاء الله، مباراه الذهاب الاهلي والترجي دوري رابطه الابطال، مباراه الذهاب. كولر يتعامل مع المباراه دي ازاي يا كابتن احمد؟ هو انا شايف ان هو كولر بداها من مباراه بلديه المحله السبت الماضي لما بدا بتشكيل ريح بعض العناصر المهمه بالنسبه له، من ضمنها محمد عبد المنعم لما خد الانذار الثالث بحيث ان هو مش هيلعبه المباراه دي فيريحه لمباراه الترجي. الشكل العام للمباراه هيبقى في سيناريو منها او التشكيل اللي كان موجود مع ثلاث اربع لعيبه بس اللي كان مريحهم في المباراه دي هيبدا يدفع بيهم في مباراه. المهم جدا الاهلي ما يستقبلش اهداف هناك. ودي من الحاجات المهمه جدا اللي هيتعامل معاها كولر بشكل كبير. لكن انا شايف ان كولر مش من نوعيه المدربين اللي بتلعب زون وبتلعب على النجمين، لا بيباغت وممكن ان هو يلعب على ان هو يخطف هدف مبكر يريح بيه المباراه بطول ال 90 دقيقه. ده اللي انا متوقعه من كولر لإدارته المباراة في ماتش الترجي. توقعك للمباراة دي يا أستاذ؟ الأهلي يكسب دكتور، الأهلي فايق والأهلي دايماً بيعتمد على حاجة وأنت شفتها في ماتش البلدية. الروح والقتال والعزيمة يعني بتبقى نادرة في أي نادي تاني. في نادي الأهلي بتبقى شكلها إيه؟ في أي يعني خلاص الوقت خلص والوقت الضائع انتهى، ولكن برضو كل الناس يعني الكل متوقع الأهلي ممكن يسجل جون واثنين وثلاثة. فأنت في الأهلي ما تأمنش مكر الأهلي. هو عنده حاجة، لا الروح يا كابتن أيمن مش ما تلاقيهاش موجودة في أي فرقة في مصر ثانية. فرقة البطولة. فالأهلي لا فرقة فريق بطولة يكسب مستريح كمان. ونتمنى طبعا ايضا للزمالك الزمالك بقى الزمالك فايق وعنده لعيبه ان شاء الله بيشتغل تحت ضغط كويس. الجماهير مطلوبه طبعا في في المباراتين هنا. انا شايف ان هم هيبقى عامل كبير جدا لحصول باذن الله الاهلي والزمالك على البطوله باذن الله في مباراه العوده. شايف ان الجمهور بالساعه الكامله. يمكن النهارده المباراه الزمالك مفيش تذاكر، مباراه الاهلي شوف فاضلات دي برده نفس القصه. فان شاء الله يبقى عامل كبير جدا وننسنا نشوف كده استاد القاهره مليان زي زمان ان شاء الله باذن الله. طيب المنتخب برده عنده الشهر القادم مباراتين غايه في الاهميه، وانا حتى في المقدمه قلت بلاش نصدر شيء سلبي. البعض يقول لك ايه ده احنا هنقابل احنا وصلنا كاس عالم، ده بوركينا فاسو قويه جدا وكل لاعبتها محترفين بلا استثناء، يعني ما فيش لاعب الا محترف سواء كان في منطقه عربيه او في دول اوروبيه في كل الدوريات. وغينيا بيساو ايضا منتخب قوي. يعني ايه الرساله اللي نوجهها الاول للجهاز الفني منتخب مصر، نوجهها لعيبه منتخب مصر والجمهور في المباراتين؟ والله بعيد عن ان احنا نوجه رساله، احنا بنملك من الثقه في الكابتن حسام حسن وجهازه الفني ادارته للمباريات دي وتعامله معاها، وان هو ياخد المركب منتخب مصر ويصعد بيها باذن الله ويوصل بيها لكاس العالم. ودي ثقه بدون اي توجيه نصايح ليه، لان هو بيملك من الخبره قدرته على التعامل مع المباريات دي. فانا احنا بنقول له بس احنا في ظهرك وان شاء الله مساندينك وان شاء الله تقدر تعدي المرحله دي بخير باذن الله وتوصل منتخب مصر لكاس العالم وتصنع لنا في الفتره اللي جايه اجيال تقعد سنين زي ما الكابتن جوهري عمل وزي الكابتن حسن شحاتم عمل قبل كده ان شاء الله. كابتن احمد دكتور انا متاكد طبعا واثق في امكانيات كابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم، هم بيحبوا مصر وبيحبوا الكوره ويعني زي ما تقول ايه عندهم زي الاهلي كده، عنده حماس وعنده عزيمه واصرار على المكسب. مع حسام حسن انا اتوقع احنا هنشوف افضل سنين
في مع منتخبنا السنه اللي جايه. بس لازم كلنا نسانده كأندية نسانده كجمهور نسانده كاعلام نسانده. اه بالظبط. وكمان في حاجه دكتور انت عندك دوري يا كابتن ايمن، دوري مصري بقى قوي جدا، بقى بيفرز لعيبه كويسه جدا، يعني بسهوله جدا ممكن انت تعتمد على ابناء الاهلي والزمالك والاسماعيلي، عندك خامه كويسه من لعيبه تقدر تكسب بيها اي منتخب في افريقيا. لا او لا لا مش سهله، مش انا وانا اختلف بس انت الافضل حاليا. بس انا اختلف شويه مع بطوله كاس امم، الخريطه اتغيرت خالص. الخريطه اتغير بقى مع حسام وبكره هتشوف. انا اختلف شويه مع استاذ احمد في النقطه دي، لان انا شايف ان لا ده انا بعذر الكابتن حسام جدا في الفتره ديت في تكوين منتخب، لان برضو اللعيبه قريبه كلها من بعض، اللعيب اللي بيحدث الفرق مش موجود. انا شايف عندك اللعيب اللي فضلك الاشتباك زي ما بنقول. انا شايف ان هو لا، انا معاك يا كابتن حسام ان انت الفتره الجايه انا واحد من الناس بسندك ان انت تقدر تعمل جيل، وشايف ان اتحاد الكوره لازم يديله المساحه لكده، ان شاء الله نعدي المرحله دي لان المرحله مهمه وقريبين من كاس العالم وصول كاس العالم، لكن الفتره اللي بعديها لازم نديله بقى حريه تكوين اجيال الفترات الجايه والسنين الجايه منتخب مصر. الاهم ان الدكتور ايهاب قال لك نساند الجهاز الفني، بلاش نتكلم يعني او بلاش نقطع، لان ده هو ده مصر، لازم الكل يساعد. لو بلاش اصدر حاجه سلبيه للجماهير ان المباراه سهله. لا مش سهله، لا 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 صعبه جدا، من اقوى المنتخبات في فرصه قوي جدا 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 جدا. طبعا ان شاء الله هنكسب، فده اللي احنا نتمناه ان شاء الله هنكسب ان شاء الله باذن الله وهنصعد كاس العالم. عندك احصائيه عاوز؟ عندي لا افضل لعيبه دكتور في القسم الثاني مش المحترفين. طيب وانا هاخد من كابتن ايمن هيقول لي المحترفين من افضل اللاعبين اللي لفتوا نظره في المكتب في القسم الثاني. يا دكتور احمد خير حارس مرمى هلال مطروح، وعمر نصر حارس مرمى الشمس، مصطفى الفرماوي مدافع دمنهور، امين علي مدافع بورت السويس، احمد خالد مدافع منتخب السويس، محمد عبد القادر مدافع المنصوره، يوسف مبروك باك ليفت الالومنيوم، محمود الجمال ديفندر الازازين، كريم بدير ديفندر المنصوره، احمد عماد ديفندر الترسانه، عمر عطيته صانع العاب طلائع الاسطول، جوده ايمن صانع العاب النصر، عمار القزاز هاف رايت الازازين، مصطفى يسري مهاجم العبور، عمر عيسى مهاجم قوس، وجوستن اوتو مهاجم الترسانه، عمر حبشي مهاجم سبورتنج، وعبد الرحمن الدسوقي مهاجم الاولمبي. ده جميل. فيما يخص دول المحترفين يا كابتن ايمن من وجهه نظر. والله انا شايف من حراس المرمى اللي كانوا مميزين جدا بونجا جون حارس مرمى بتروجيت، كان ليه من الناس اللي كان ليه عامل كبير جدا في صعود بتروجيت. سيد الصاوي في ابويا الاسمده كان عامل مباريات كويسه جدا. شايف خالد ابو زياده باك ليفت بتروجيت برده كان عامل موسم كويس جدا. محمد جابر المحله من اللعيبه محمد روح لا 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 وشخصيه في الملعب وفارق جدا مع زمايله في الملعب. عبده يحيى شايفه من افضل اللعيبه اللي موجوده في الروح وكل شيء. في يوسف وايا في بتروجيت برده من اللعيبه الكويسه جدا لاف ليفت. علي حسين واسماعيل بامبا من الفراوده اللي كانوا برده مميزين جدا. علي حسين ده وادي دجله، اسماعيل بامبا بتروجيت. يعني مش عشان ما توش بس لان في اسامي واقع مني. حسام بركات بروكسي حازم ابو سنه لافينا لعيب مميز جدا يا دكتور، دول اللعيبه الموهوبه. عمرو الجزار في عمرو الجزار برضه لعيبه بصراحه من الباكات اللي من المساكين اللي او يعني عبد الله عادل بتروح اسيوط. لا في الدوري ده مليان لعيبه دكتور كتير جدا. عندك كريم عماد حارس مرمى حرس الحدود يا كابتن من حراس المرمى الكويسين جدا. كريم عماد برضو من سامح ابراهيم ديفندر بتروجيت، بسام وليد باك رايت غزل المحله من اللعيبه المميزه، محمد مجدي ديفندر ابو قير طبعا ده صناعه هاف صناعه الكابتن ايمن طبعا، محمد ياسر زحلق في عمر في برضه عمر ابراهيم يوسف حمدي من ابو قير الاسمده من اللعيبه الكويسه جدا. اسماعيل بامبا بتروجيت اسماعيل. طيب لو احنا بقى اخترنا ثلاث مدربين وتقول لي مميزات كل واحد فيهم، طبعا هنختار كابتن سيد عيد وكابتن احمد لصعودهم للدوري الممتاز، اختار لي حد معاهم وتقول لي مميزات كل واحد فيهم على مدار الموسم. كابتن سيد عيد يا دكتور مدرب عينه يعني من اهم ايجابياته ان هو مدرب عينه كويسه على اللعيب، يعني يقدر يصنع فريق كويس يا كابتن ايمن. يعني لو هو اللي كون الفريق اول موسم زي ما شفت السنه دي، هو تولى تدريب الفرقه السنه اللي فاتت. فاشتغل على اللعيبه كويس، كون فرقه اللي هو عايزها، بدا يشتغل خلاص، ده من اهم مميزاته. نمره اتنين ما بيشتغل تحت ضغط كويس جدا، هربت منه ماتشين يا كابتن كانت هزم ماتشين ورا بعض ما هربتش منه طبعا، لم لعبته تاني بسرعه ورجع وقدر يكمل الموسم. مدرب زي ما تقول بيشتغل على اللعيبه خارج الملعب،
ده برضو من مميزات كابتن سعيد عيد. طيب. الكابتن احمد عيد عبد الملك نفس القصه، هيبقى من المدربين الكويسين جدا. هو مشروع بس انا بطالب الكابتن احمد عيد ايه، هو عنده الحمازه كابتن، شخصيتي يا كابتن ايمن عنده نفس الكواليتي بتاع الكابتن حسام كده، عنده الحماس والقوه، لكن هو لو بقى يعني اهدى شويه هيشتغل على الخط هيبقى من افضل المدربين في مصر الكابتن احمد عيد. طيب كابتن ايمن، طبعا الكابتن سيد اكيد هتختار الاثنين اللي صعدوا الدوري الممتاز، الكابتن سيد عيد والكابتن احمد عيد. الكابتن سيد عيد عنده ملكه ان هو بيعرف يكسب. مش من المدربين اللي انا بحب احترمهم في الحته دي، اسلوب اللعب الاقتصادي اللي من غير الواقعي اللي من غير فلسفه، وانا بابين للمدرسه دي دايما في لعبي او في شغلي او في افادي. فالكابتن سيد عيد طبعا معاه مجموعه لعيبه بيتحرك بيها من نادي لنادي، وحافظين لعبه وحافظين اسلوبه وليه طريقه لعب بيعرف بيكسب بيها. احمد عيد عبد الملك طبعا بحكم ان هو صعد الدوري الممتاز وتعامله ولمه الجمهور المحل حواليه ولمه لقطه اللبس في نادي غزل المحله، رغم ان هو معاه كواليتي لعيبه عالي جدا، لكن قدر ان هو وسكاوت لعيبه عالي، لكن قدر ان هو يحتوي المجموعه كلها. يمكن كنا بنشوف في الدوري في الماتشات اللعيبه اللي بره هي بتفرح اكتر من اللعيبه اللي جوه في الملعب واللي موجوده وبتشارك. فدي ديت حاله بيعملها المدرب، مش حد تاني. ودي كابتن احمد عيد قدر ينجح فيها هو والجهاز الفني اللي معاه. شايف ان في اتنين ممكن برضو نحطهم، كابتن احمد مبسوط انا معاك، برافو عليك، برافو عليك، برضو عمل موسم كويس جدا مع بترول اسيوط، ورغم ان الفرقه صغيره في السن واتكونت في اتليه كلها اعمار صغيره، لكن قدر يعمل بيهم شكل كويس ومعاه لعيبه مميزه جدا. كابتن محمد حليم لان هو جه برضو في وقت صعب مع رايا، وقدر ان هو يحقق التارجت اللي هو عايزه في مع رايا، وان هو يخلي الفرقه في العشر الاوائل في دوري المحترفين. برضو احترامه لنفسه، احترامه النادي اللي هو ماسكه، المنظومه المحترمه اللي ماسكها، والفرق كلها اللي بتنافس معاه، وخلى المسابقه فير ان انا بلعب باسم النادي وباسمي، اللي يصعد يصعد واللي يهبط يهبط، دي مش مشكلتي ومش قصتي. طيب لازم برضو ادي حق واحد يعني قيده كان موقوف، لكن المدربين الواعدين محمد مكي مدرب محترم جدا 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 وواعد طبعا. دكتور في مدربين، انت بقيت عجوز انت طبعا، فاحنا بعدين عنك. دكتور في مدربين ده من المخضرمين يعني. طبعا. بس بجد والله عدم وجود الكابتن ايمن في مدربين كده، وجودها بيدي حماس، بيدي شكل للكواليتي بتاع الدوريات دي. كابتن ايمن يعني من الناس، كابتن محمد صلاح الزمالك من المدربين الكويسين جدا اما بيكون موجود. بتكلم بس كابتن سيد عيد، كابتن محمد صلاح، كابتن ايمن، كابتن امير عزم، احنا بنسمح دولت شيوخ المدربين دلوقتي. لكن في عندك مدربين بقى مكي وامير واحمد عبد الملك، دولت اسماء الشباب الواعد. ما انا بقول لك عجز، لكن المدربين اللي انا شايف ان كابتن احمد عبد المقصود من افضل المدربين اللي اشتغلوا في الدوري. احمد صلاح بتاع لافينا من المدربين الكويسين جدا. محمد عطيه ابو قير من المدربين الكويسين جدا. كابتن محمد حليم زي ما قال الكابتن ايمن، خد الفرقه كانت في موقف صعب ونجح ان هو يخش ويدخل يعني وقرب من المنافسه. لا كابتن محمد حليم مدرب شاطر، مدرب يعني مدرسه حرس العيون كلها، محمد مكي، كابتن محمد حليم، كابتن طارق العشري، كلهم مدربين كويسين جدا يعني من المدربين اللي ايه اللي يقدروا يشيلوا انديه كبيره يعني. كاس مصر ممكن نلاقي فيه مفاجآت ولا صعب؟ اكيد طبعا، كاس مصر طول عمره فيه مفاجآت، فهتلاقي فيه مفاجآت. بس يا دكتور يعني يا كابتن ايمن، انت والدكتور يعني الجمهور ده يعني انت راعي المظالم في مصر وانا بدافع عن المظالم في مصر. ارجوك يا دكتور، موضوع الجماهير مش موضوع التعارف. لا مش الجمهور انت عارف، لا مش الجمهور. امتى هنحل العقده بتاعت الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي يجي يلعب هنا؟ طب ما يلعب هنا. انا نفسي بقول لك، طب ما تلعب مع الناس اللي تقول الانديه الكبيره تروح المحافظات عشان الناس تستمتع وتفرج. الاهلي يروح الالومنيوم، الزمالك يروح بروكسي. الاقي الدنيا محافظات، عيد بيبقى في المحافظات يعني. الاسماعيلي يطلع، الاتحاد يطلع، هنفضل يعني الدوري الانجليزي نظلم الناس دي ليه يعني؟ مانشستر يونايتد راح لعب مع فرقه من الدوري من القسم الثاني، وكان الاحتفال ان ازاي مانشستر يونايتد جاي يلعب. هو ده اللي لازم نشتغل عليه. انا مع الفرقه والجمهور واخدينها احتفال في امور لازم تتعدل، في امور كتيره لازم. ده كان في كاس الدوري، في كاس الانجليزي، في كاس، في امور كتيره لازم تتعدل يعني. من القرارات المهمه لو اي اتحاد خدها يبقى هيحسب للاتحاد على مدار تاريخه، اللي هو ايه بقى؟
اللي هو اللجوء في حاله دوري واحد اللجوء الاهداف. الحاجه الثانيه الاهلي او الزمالك او اي فرقه في الممتاز تتعمل قرعه في الكاس، يلعب في الكاس يلعب ماتش هنا وماتش هنا، خلاص زي ما تجيبوا القرعه. ده من الخطوات او القرارات اي اتحاد هياخد قرار بالحاجات ديت، لا هتحسب الاتحاد ده. انا معاك ان في يعني ما زالت سلبيات موجوده في بعض الامور، لكن كل شويه بس بصراحه بتغير منها. برغم ذلك وقوه الدوري، لا اتحاد الكره الحالي كله اشتغل على الدوري كويس. الدوري كان صعب فوق وتحت، دوري ممتاز، دوري محترفين، لكن اتحاد الكره بامانه لغايه دلوقتي اشتغل وعمل حاله. انا احيي كل اتحاد الكره بالكامل، مش حد بس يعني معاه. لا حط ما بين قوسين حبيبك. مالكش بس طبعا حاجه عامل اقول ولا الدكتور ايهاب مش عايزني. لا 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 مش عايزني. انت عارف دايما انت حبيبنا كلنا يا استاذ احمد. انت عارف دايما يعني دايما انا اقول انت شريك معانا في البرنامج وده حقك، واحد من الناس اللي بنستمتع بها والجمهور بينتظر طلتك طبعا بكل تاكيد. والنهارده كان يعني منورنا طبعا العو زي ما يطلق عليه طبعا. ان شاء الله نتمنى لك العوده مره ثانيه والتالق بس مرة المره الجايه بقى يشرب شوبين عصير قصب واحنا معاه. ان شاء الله نورتني كابتن احمد قصاص، ربنا يخليك يا دكتور. عايز نتمنى التوفيق ان شاء الله. اشكر بس طبعا اسامه محمود طبعا في المجهود اللي بيبذله طبعا، كل فريق العمل ورا طبعا من خارج الكاميرا، لمحمد قبيل معانا المصري اليوم، محمد الشامي، محمود درويش، كل المجموعه دي طول الموسم اشتغلت معانا في دوري القسم الثاني. اكيد كابتن ايمن شرفتني ونورتني ودايما ان شاء الله ليك في افضل الاحوال وتكسر الدنيا ان شاء الله. طبعا بشكرك ودايما لقاءاتي معاك بتبقى جميله ومرتاح فيها نفسيا، وبشكر حضرتك على الاستضافه الجميله دي وتشريفي مع الاستاذ احمد قصاص، وبشكر كل الاخوه الافاضل اللي ورا الكاميرا كلهم. اشكركم شكرا جزيلا. السبت ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي، والاهلي قادر والزمالك قادر، وان شاء الله منتخبنا قادر وتكون انتصارات للكره المصريه خلال الفتره القادمه. نلتقيكم في حلقات اخرى قادمه، دمتم في امان الله، الى اللقاء. الفرقه بتاعتنا احنا بقى لنا 3 سنين بنعملها، 3 سنين، وانا قلت لهم بص يعني فرصه عمركم تطلعوا السنه دي، لما اتفرجوا على الفرق الثانيه مع احترامي ليهم لا مستوى الترسانه احسن بكتير من الاربع فرق الموجودين او 3 فرق اللي بيصفوا معانا مع احترامي ليهم يعني. منافسه شريفه ومحترمه. علاء كمان اخويا، علاء احنا عشره عمر وصداقه عائليه، واولاده واولادي يعني واولادي واولاده، واخد بال حضرتك ازاي؟ فاحنا العلاقه الشخصيه اللي بيننا وبين بعض ده بره اي حاجه تاني، واخد بال حضرتك ازاي؟ فعمر الكوره او اي حاجه ما هتخلينا اخسر صديق عمر يعني. بحمد ربنا على الصعود وبشكر ربنا. ثلاثة بحب أشكر من خلالك مجلس الإدارة المحترم اللي زي ما أنت بتقول في ظهري من الموسم اللي فات، يمكن منظومة محترفة بتتعامل بشكل فعلا احترافي. احنا كنادي بنحاول نعامل الناس بطريقة احترافية، ودي الحمد لله جابت نتيجة كويسة قوي. بنحاول برضو نبني فرقة بسن صغير عمر صغيرة وبرضو كرة هجومية، والحمد لله ربنا وفقنا معانا المدير الفني وجهاز فني محترم. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد جول، يا ولد يا ولد حط بقى يا عم، حط يا سيدي حط يا سيدي حط يا عم، جول جول حط الولد اسعد. الحمد لله الحمد لله. تاريخ ميجا سبورت تاريخ يا جماعه، بالاس سيتي تاريخ، ابتدينا نكتب تاريخ جديد ان شاء الله، واتمنى ان شاء الله ان بلدي كلها تبقى في ظهري زي ما انا بحبهم زي ما انا بحبهم كلهم. بدايه الخطوه ان احنا نقدر نكمل، وان احنا خلاص بقى على عاتقنا يعني مسؤوليه اكبر، لان الواحد لما بيطلع لقدام بيطلب منه مزيد. فلا احنا طموحنا ان احنا نوصل للممتاز ان شاء الله، ونلعب الانديه الكبيره ومش بعيده.